ها نحن أولئك قد عدنا إلى سفاري، سفاري الأولى الأصلية بالنسبة لي. لقد كنا في المركز الرئيسي في كينيا، وإلى حد ما كان كثيرون يغبطوننا على ذلك وبعضهم يحسدنا، لكنكم كنتم معنا هناك وتعرفون أن حياتنا هناك لم تكن نزهة في ديزني لاند. كانت هناك مصائب وكوارث ومشاجرات ونوبات اكتئاب، لكني سأذكر دوما لوحدة سفاري واحد أنها المكان الذي حققت فيه حلمي، وأن برنادت صارت لي للأبد. صحيح أن بذرة القبول غرست هنا، لكنها ازدهرت هناك، ولا شك أن لابتعادنا وشعورنا بأنني الوحيد من عالمها دورا لا بأس به في هذا القبول. ولو مكثنا هنا فلربما تأخرت إجابتها كثيرا جدا، أو لم تأتي قط. لم تكن إجازتنا هانئة، وأعتقد أنك توافقني على ذلك. كانت هناك مشاكل بعد المشاكل، وموضوع الظاهرة العجيب الذي كان كابوسا حقيقيا أدعو الله أن يكون انتهى فعلا. إلا أننا اختلسنا بضعة أيام عرفت فيها حقا لذة أن تتواجد أمي وزوجتي في مكان واحد وأن تكون صديقتين حميمتين. إن التفاهم بالعاطفة حقيقي ولا يحتاج إلى لغة. على العموم برنادت عرفت الكثير من العربية المسموعة والمنطوقة، بينما أجادت زوجة أخي الكثير من العبارات الفرنسية. في النهاية تنهدت بينما الطائرة ترتفع. في المرة القادمة ستكون أمور كثيرة قد تغيرت. هل أعود مع طفل أو طفلين؟ هل أعود حيا أصلا؟ إن طريقتي في الحياة وحظي الغريب يجعلان هذا نوعا من الخيال العلمي. هل ستكون أمي في استقبالنا في دارنا؟ لقد لحقت بها هذه المرة بمعجزة ما، فهل تتكرر هذه المعجزة بعد عامين أو ثلاثة؟ أفكار تدور بذهنك بينما الطائرة تحلق فوق إفريقيا. لها تصميم القدر وإصراره، لا عودة، هذا مصيري وسوف أذهب إليه. فقط الأطفال يستطيعون أن يصرخوا ويركلوا الأرض بأقدامهم طالبين العودة، لكني اخترت هذا الطريق ولن أتراجع. وسألتني برنادت وهي تريح مسند الرأس، وحشتك سفاري؟ هززت رأسي، أحمد الله أنني من القلائل الذين يمكن أن يقولوا إن مكان عملهم قد أوحشهم. ولو كنت مسؤولا عن مجموعة دفاتر في قبو مظلم رطب، أو مطالبا بالرقاد في الوحل تحت سيارة لأتأكد من سلامة ماسور العادم، أو مضطرا للغطس في المجاري لتسليكها، بالتأكيد ما كنت لأشتاق لعملي بهذا القدر. حمدا لله، حمدا لله. الرحلة طويلة مرهقة، لهذا يكون النوم هو خير ما يمكن عمله. أخيرا هي ذي سفاري التي تغلغلت في خلاياي. هبطنا من السيارة فوجدنا عددا من الأطباء يستقبلوننا، منهم من يحتضنك ومنهم من يصافحك بالطريقة الأمريكية، ومنهم من يصافحك بالبرود البريطاني، من لا يبالي بقدومك ومن يكرهه ومن يرقص طربا له. إن مجيئك من انتداب طويل أمر لا مشكلة فيه، لكن قدومك من المنفى أمر يختلف. والأهم هنا أننا نعود زوجين، وقد رأيت بسام العزيز بين الصفوف. إن السلام على الطريقة العربية يختلف طبعا، فلا شيء يفوقه حرارة، الكثير من القبلات والأحضان والعيون الدامعة. إن بسام كتلة ملتهبة من العواطف الصادقة، يضحك حتى يزرق لونه، يبكي حتى تجف مقلته، يغضب لدرجة القتل. انفجر يكلمني باللهجة التونسية المحببة لينهمر علي سيل من حروف القاف، مقابلا به كل ما نطقت به من حروف الهمزة. هنأني على الزواج الميمون، ومن بين الوجوه رأينا شلبي قادما متبخترا كعهدي به. أما المدير فكان في مكتبه، قابلنا بالحرارة المعهودة له، فلا أنكر أنه شخص به من العواطف شيء كبير. كان قد ازداد سمنه، وبدا لي كأنما يحيا بمعجزة، وعرفت أنه نشر عدة بحوث قيمة في دوريات البيولوجيا الجزيئية، مما أثار دهشتي. هذا الرجل ما زال يعمل كطبيب أحيانا، لم تنسه الإداريات كل شيء. سألته عن موضوع عبدة الأفاعي هذا، هل عاد أحدهم؟ هز رأسه وقال وهو يلوك شيئا ما، ما لهمش أي أثر،
على كل حال طالما أبو درجة ما تصابش بأذى ولسه عايش فأنا كده أقدر أطمن عليكم. ما أعتقدش أن الناس دي عارفين أنكم رجعتم، ومتهيألي أنهم ما يعرفوش أنكم مشيتم أصلا. أتمنى كده من كل قلبي، بس الموضوع كده نهايته مفتوحة زي الأفلام. المشكلة أن الأفلام دي بيكون ليها جزء تاني، وغالبا بيكون دموي جدا. فعلا لو الأجزاء التانية موضة اليومين دول. الآن انتقل المدير إلى الجزء العملي من الموضوع. من الواضح أننا لن نعيش للأبد في مسكن الأطباء، لهذا عرض علينا فيلا صغيرة كان يعيش فيها قبل أن ينتقل إلى مسكن أكبر. الفيلا تتبع الوحدة، فلن تكون علينا أعباء مادية، لكننا سنكون عمليا خارج حدود الوحدة قرب الدغل. والمسافة إلى الوحدة على كل حال لا تزيد على 5 دقائق على القدمين. نظرت إلى برناديت وبصعوبة تمالكت نفسي كي لا أثب على المدير لأوسع خديه الرجرجين تقبيلا. لربما جلست على حجره كذلك وناديته بابا. ها هي ذي أكثر مشاكلنا تحل في ثانية واحدة، والإقامة في فيلا منفصلة ستناسبنا بالتأكيد، طابق أرضي، بالتأكيد هناك حديقة. يبدو أن أيام الغرفة الضيقة وجهاز طرد الأشباح المثبت في السقف قد انتهت للأبد. بالطبع لم تكن هذه فيلا بالمعنى الدقيق للكلمة، لكن يمكن القول أن هناك حديقة غير مهندمة لم يعتني بها أحد من قرون، وثمة بيت صغير من طابق واحد فيه 3 غرف، والغرف في حالة يرثى لها من القذارة والإهمال، إن أحدا لم يأتي هنا منذ 4 أعوام. لكن هذه متعة أخرى كما تعلم، تحويل هذا الحطام إلى جنة أرضية. هذه هي مزية الشباب، أن تستمتع بوضع كهذا وتأمل في مزيد من التحسن، بينما كبار السن لا يقبلون إلا أن تكون الأشياء على خير حال. لا وقت لديهم ولا سعة صدر للبدء من جديد، فقط الشاب يمكن أن يرى فراشا يكفي أن تسعى لجواره كي ينهار، وبرغم هذا يضحك حتى تدمع عيناه ويحاول في صبر إصلاحه. وقد بدأت برناديت في حماسة محاولة إعطاء طابع بشري للحديقة. أنا لا أفهم الأزهار ولا أعرف عنها إلا أنها تصلح مربى ممتازة، لكنها أعدت كل شيء بدقة وبراعة. الخلاصة أن إعداد هذه الفيلا كان يمنحنا لحظات مرح حقيقية بعد انتهاء ساعات العمل الذي عادت عجلته تدور بانتظام. كانت الفيلا الصغيرة قريبة جدا من سفاري، بحيث يمكنك أن ترى معالم المباني من هذه المسافة، لكنها قريبة كذلك من الدغل، ولهذا لن أدهش يوما لو صحوت من النوم لأجد فهدا يشاركني الفراش. هذا بالطبع لو كانت هناك فهود هنا، لكنها غابة مهذبة لطيفة. هناك منزلان لهما نفس الطابع، مما يشكل جيرة صغيرة باسمة. الفيلا الأولى يقطنها طبيب الأمراض الباطنية الكاميروني دولا لوبولو وزوجته، وهي ممرضة لا تعمل حاليا وطفلهما. أسرة مهذبة راقية وفي حالها تماما، وأنا أحب الجيران الذين لن تزيد علاقتك بهم على المجاملات. إن العلاقات السطحية تظل جميلة دائما، أما تعميق العلاقات فهو الطريق الملكي إلى المشاكل، المشدات، الكراهية، وفي النهاية تصير حياتك جحيما. الفيلا الثانية تقطنها طبيبة فرنسية مختصة بأمراض العيون تدعى سيمون مولينسار، زوجها السيد لوي مولينسار مهندس اتصالات، ويبدو أنه يعمل لدى شركة بلجيكية في يوندي، إلا أن أكثر وقته ينقضي هنا. لم يرزق بأطفال، وهذا فيما يبدو جعلهما جائعين إلى العلاقات البشرية، لهذا هما الأكثر مودة واجتماعية. وفي أي وقت في أي ساعة من اليوم لابد أن تجد أحدهما عندنا، المهندس لو كنت أنا موجودا، وزوجته لو لم أكن موجودا، والاثنان معا لو تواجدنا معا. هذا يضايقني بالفعل، أمقت الزيارات لأنني سأضطر إلى ردها، وأحب أن أسترخي يوم العطلة بدلا من أن أجد ضيوفا في داري يريدون من يعنى بهم. هكذا تقضي اليوم كله مرهقا ثقيل الجفنين، تحاول أن تتابع المحادثات التي لا تنتهي، لكني بالطبع أفضل زوجين ودودين على زوجين يلتهمان الأطفال، وقد صار من العسير اليوم أن تجد زوجين لا يفعلان ذلك.
ودودان بحق، لكني بدأت في الآونة الأخيرة ألمح علامة استفهام تحوم حولهما. من أين جاء؟ من هو أبوه؟ متى نشأ؟ إنه لا يعرف شيئا من هذا أو لا يذكره. قيل إنه جاء من القردة الإفريقية الخضراء، وقيل إنه جاء من ظلام مختبر للحرب البيولوجية، وقيل إنه جاء من الفضاء الخارجي. لا يعرف هو نفسه. كل ما يعرف هو أنه حي وأنه موجود وأن هذا وقته. ربما لا يذكر عن نفسه إلا أنه كان في سان فرانسيسكو وأنه ترعرع في عروق ذلك الفتى الزنجي. إن سان فرانسيسكو مدينة تعج بالفساد، وهو يزدهر حيثما يوجد الفساد. عرف الكثير ورأى الكثير، فقد كان يدرك الحقيقة الأساسية. هذا الفتى الزنجي يزوي بسرعة مذهلة، ومن الحكمة البحث عن دم آخر طازج يسبح فيه. وجاءت الفرصة بسرعة يوم شعر بذلك المحقن يخترق عروق الفتى. إن هذا الذي يحقن ليس دواء على الإطلاق، أو هو دواء لكنه ضار. هذه المادة المخدرة تتسرب في عروق الزنجي الذي لم يرد أن يتخلى عن لفافة تبغه المحشوة بالمخدرات وهو يأخذ الحقنة، فقط ضغط عليها بأسنانه وغمغم. إيه يا من الدماغ العالية دي؟ لسبب ما يصرون على منادة بعضهم بيا رجل، لكن ليس هذا وقت الملاحظة اللغوية. ما يجب قوله هنا هو أن الإبرة تلوثت بدم الفتى، وشعر بأنه يسحب ببطء خارجا من عروق الفتى ليوضع على المنضدة، وترتفع موسيقى الهيفي ميتال أو الدث ميتال التي يعشقها هؤلاء الفتيان. المطرب يترنم بكلمات رقيقة عن أريد أن ينتصر الشيطان، أريد أن أرى جثة الأطفال المحترقة تكسو الحقول، أريد أن يبدأ عصر الكراهية. إنها ثلاثية مخدرات جنس روكن رول التي يزدهر فيها المرض بحق. إن المحقن لم يفرغ بعد، ما زال هناك الكثير بداخله، وقد راح يسبح في السائل، وصره أن له زملاء عمل في الداخل. التهاب الكبد سي زميل فاضل حقا، وبينهما زمالة قائمة على الاحترام المتبادل. التهاب الكبد جي كذلك من الوجوه الجديدة التي لن يعرف أحد عنها شيئا إلا في تسعينات القرن العشرين. الآن تمسك بالمحقن يد أخرى وتتجه به إلى عروق شاب آخر يريد أن يعلي مزاجه. تلمس الإبرة الوريد البارزة في الذراع المعروقة، يتحرك ليفرغ محتوياته في الوريد. الآن وجد نفسه في عالم جديد يعج بالاحتمالات، وراح يفتش في وسط كريات الدم عن هدفه. إنه يبغي خلايا معينة، خلايا يطلقون عليها اسم CD4. هذه الخلايا يوجد فيها جزء يحبه. هذا هو مكانه، موطئ قدمه، البوابة التي يدخل عن طريقها. أخيرا وجد ما يبحث عنه. إنه كأي لص بشري يحمل طفاشة، وهذه الطفاشة نوع من البروتين سوف يطلق عليه علماء البيولوجيا الجزيئية اسم GP120 يوما ما، واخترق الخلية دون مقاومة. الآن يبدأ المرح. في عام 1981 بدأت السلطات الصحية في سان فرانسيسكو تلاحظ شيئاً مريباً. ثمة زيادة واضحة في استهلاك عقار بنت ميدين، وهو عقار يندر أن يوصف ولا يذكره أحد، لأنه يستعمل في علاج حالات نادرة من الأمراض الطفيلية. هذه هي فائدة الإحصاء، إنه يمنحك نظرة شمولية من أعلى. تصور أنك في الزحام ترى امرأة صلعاء، ثم بعد قليل تقابل أخرى لا تعرف أهمية الظاهرة أو خطورتها إلا حين تقف فوق بناية عالية وتنظر لزحام الناس. ما هذا؟ كل هذا العدد من النسوة الصلعوات؟ إن هذا مريب. هكذا لم يلحظ أحد زيادة عدد من يستعملون عقار البنت ميدين إلا حين جلس أحدهم أمام الحاسب الآلي يراجع الأرقام. في الوقت نفسه لوحظت زيادة غير طبيعية في حالات سرطان كابوزي، وهو سرطان منتشر في البلدان الاستوائية.
لا أحد يعرف أنه يداهم الناس في سان فرانسيسكو بهذه الكثافة. إن هذا مريب. وتجتمع السلطات العلمية وتقرر دراسة الموضوع. الملاحظ أن الظاهرة تنتشر بين الشباب الرقيع مدمن المخدرات في سان فرانسيسكو، والآن تدور عجلة البحث العلمي السريعة التي لا تترك تفاصيل. هؤلاء الشباب أصيبوا بهذه الأمراض النادرة لأنهم فقدوا المناعة، لأن جسدهم لم يعد يقاوم أي شيء. ما معنى هذا؟ في الولايات المتحدة كان البروفيسور جالو يعمل كالمحموم مع البروفيسور جاي ليفي، وفي فرنسا كان البروفيسور مونتانييه يبحث مع جهابذة معهد باستير، وتقاربت الرؤوس وراحت الهمسات تنتقل. إن الأمر يتعلق بالمناعة، بفقدان المناعة إذا شئنا الدقة. وكان علم المناعة حتى ذلك الحين علما غامضا يسخر منه الأطباء السريريون، أطباء المسماع وجهاز الضغط. إن علماء المناعة كهنة يجلسون في مختبراتهم يرددون كلاما لا يمكن فهمه أو تخيله. الآن فقط أدرك الأطباء أن هؤلاء الكهنة يعرفون حل اللغز، وهرع الجميع إلى المعبد يسألون الكهنة أن يعلموهم تلك الألغاز الغامضة. وفي نفس الوقت تقريبا، أو هذا ما يقوله الأمريكيون الذين لا يقبلون فكرة أي تفوق فرنسي، أعلن العالمان عن الفيروس الذي وجداه في دم المصابين بفقد المناعة. فيروس جديد تماما ينتمي لأسرة غريبة هي الفيروسات القهقرية، وأطلقوا عليه اسم فيروس عوز المناعة البشري أو HIV. قالوا إن الفيروس يختلف عن المرض، المرض الذي تتدهور فيه المناعة إلى أقصى حد، ويصل المريض إلى مرحلة الإصابة بالدرن لو قرأ اسمه مكتوبا، لو كان شيء كهذا ممكنا. ويكفي أن يمر جوار مريض بالبرد كي يصاب بالتهاب رئوي يودي بحياته. ولدت لفظة جديدة تصف المرض، وسرعان ما صارت على كل لسان وفي كل جريدة. لقد ولد تعبير متلازمة فقد المناعة المكتسبة أو Acquired Immunodeficiency Syndrome. أخذ الحروف الأولى من العبارة فولدت اللفظة المرهوبة الإيدز. فيما بعد عرفت كل تفاصيل القصة، فلا تسألني من أين كل هذا. إنما سأحكيه الآن حدث منذ أشهر بينما كنت أنا في كينيا أمرح مع الماساي. كانت الدكتورة سيمون مولينسار كما قلت لك مولعة بالبشر. إنها امرأة فرنسية بالغة النحول في 45 من العمر، لها شعر أسود قصير تقصه كالصبية، وعينان سوداوان واسعتان تشغلان 3/4 وجهها كأنهما ثقبان يطلان على روحها. لهذا لم تستطع قط أن تكذب أو تخدع أحدا في حياتها حتى لو أرادت. كان لها وجه رقيق نبيل يذكرك برسوم الرافائيليين، ولم يكن أحد قادرا على إعطائها عمرا يزيد على 25 عاما، ولو كان من سدد علم القيافة والعيافة عند العرب القدامى. لم تنجب بعد، وقد جربت كل شيء ممكن دون جدوى. إن رحمها لا يحتفظ بالأجنة، وبرغم كل المحاولات الهرمونية والجراحة التي مرت بها لم تستطع أن تفوز بنعمة الأمومة. إن الأمومة بالنسبة للمرأة جزء من تحقيق كيانها ذاته، وهو أمر يختلف كثيرا عن الأبوة بالنسبة للرجل. فالرجل فعلا لا يلاحظ أطفاله ولا يحبهم إلا حين يعتادهم، بينما الأم تهيم حبا برضيعها منذ يخرج إلى الحياة ملوثا بالدم والمخاط. والفتاة الصغيرة تقضي وقتها في بروفة طويلة للأمومة على غرار تمشيط دميتها وتبديل كفولتها لو كان أبوها ثريا إلى حد شراء دمية بكفولة، بينما الطفل يطلق الرصاص كالأبله من مسدس فلين. اختصار، هي تتدرب على تحقيق ذاتها بينما هو يضيع وقته في هراء لا أول له ولا آخر. وكان الزوج رجلا لطيفا بيتيا، لكنه في الآونة الأخيرة يخرج كثيرا جدا ويعود في ساعة متأخرة. وبذكاء الأنثى مع الكثير من التحريات عرفت سيمون أن الزوج يقضي سهرته في ناد صغير على أطراف أنجوانديري يأمه بعض الأوروبيون. ربما كانت سهرات بريئة وربما لم تكن، لكن انشغالها في العمل لم يتح لها فرصة معرفة تفاصيل أكثر. قدرت أنه على كل حال يفعل ما يفعله الطفل،
يطلق الرصاص كالأبله من مسدس فلين. كانت تؤمن بحقيقة أن الاحتفاظ بزوجها يزداد صعوبة، فهي في نهاية رحلتها كأنثى شابة، بينما هو يمر بأزمة منتصف العمر المعروفة. لهذا قدرت أن بعض الحرية لن تؤذيه كثيرا. في تلك الليلة عاد للدار مبكرا. كانت الخادمة الإفريقية قد انصرفت منذ قليل، والدكتورة جالسة أمام التلفزيون تشاهد فيلما سخيفا على جهاز الفيديو، ولاحظت أنه دخل في صمت، فهز رأسه وهو يمر أمام الشاشة، ثم اتجه إلى غرفة النوم. حسن، لم يكن هذا معتادا. من المعتاد أن يجلس ويثرثر ويضحك قليلا، لكنها تفهم أن وجهه مسود وهو كظيم. ثمة شيء ما خطأ. خفضت صوت التلفزيون وسألته: أنت كويس؟ متهيألي كده. جاء صوته من غرفة النوم، لكن كل شيء فيه يشير بأنه ليس بخير على الإطلاق. اتجهت إلى غرفة النوم لترى ما هنالك، فأثار دهشتها أنه يركض على الفراش بكامل ثيابه، لكنه قد فتح سترته ليسمح للهواء بلمس صدره. كان لوي مولينسار رجلا في الخمسين من العمر. بدأ الشعر يزول عن مقدمة رأسه، وكون كرشا صغيرا يعتز به كثيرا ويحرص على تنميته أكثر، ويبدو في كل لحظة كأنما يشعر بألم في معدته، بالإضافة إلى عينيه الفرنسيتين الصغيرتين جدا بالنسبة لوجهه. هذا كله يعطيه انطباعا مروعا حين يمرض. وضعت يدها على صدره فأدركت على الفور أن حرارته مرتفعة قليلا. أنت تعبان؟ تقريبا برد. طيب حاسس بحاجة معينة؟ حاجة في الحال، كحة، أي حاجة؟ تحس حلقه قليلا وقال في لا مبالاة: لا أنا مش عارف أبلع ريقي، دي مش حاجة يعني. وكانت تعرف ككل طبيب موضوع فيروس 24 ساعة، الفيروس الذي يظهر فجأة ويسبب المرض يوما أو أقل، ثم يذهب كما جاء دون أن يعرف أحد ماذا كان، ودون أن يسبب أي مشكلة. لهذا اتجهت إلى خزانة الدواء في الحمام وأخرجت قرصين من الأسبرين الفوار، ثم عادت له فنهض وتجرع الكوب وأطلق شهقة توحي بالارتياح. ما تقلقيش نفسك بقى، أنا مش هموت النهاردة، ده دور برد ويعدي بس. طيب مش عاوز تتعشى؟ لا من فضلك أنا عاوز أنام. وأغمض عينيه على الفور وغاب في نعاس عميق. لهذا قررت أن تقوم بما تقوم به زوجة محبة عادية، وشرعت تنزع عنه الحذائين، وبصعوبة بدلت ثيابه، ثم أغلقت النور وجلست تتابع التلفزيون. وغدا يوم آخر، لكن الأمور لم تتحسن كثيرا في اليوم التالي. في الصباح عرفت أنه سيظل في الدار، لا يمكنها أن تقول إنه مريض، لكنه بالفعل ليس على ما يرام. وقررت أن الوقت قد حان لإعطائه علاجا إمبريقيا على طريقة الأطباء المعهودة، يأخذون قرصين من أي عينة يجدونها لديهم ثم ينسون الأمر بالكامل. لهذا تتفاقم الأمراض بسبب يقينهم الخاطئ أنهم وراء المدفع ولا يمكن أن يكونوا أمامه، وكأن المرض زميل عمل معهم يحترمهم ولا يمكن أن يؤذيهم مهما بلغت مضايقاته. هكذا بدأت بإعطائه عقارا محايدا، وقدرت أنه لو كانت هناك عدوى بكتيرية ما فلسوف يقضي عليها هذا المضاد الحيوي الخفيف. قال وهو يتحسس عنقه: متهيالي أنت عندك حق. بصي، العقد الليمفاوية بدأت تورم في رقبتي فعلا. مدت أناملها تتحسس ما تحت ذقنه وخلف زوايا فكه. حقا كانت هناك عقد ليمفاوية صغيرة لا يمكن أن تعتبرها مخيفة أو محترمة، إن أعناق الرجال تعج بهذه العقد الليمفاوية من أثر الحلاقة. معلش حاول تنساها بس وريح شوي. وكانت السيارة الجيب الخاصة بوحدة سفاري تنتظرها في الخارج، وهذه تأخذها والدكتور دوالا لوبولو والطبيبين الشابين إلى بناية سفاري. إن الرحلة على القدمين لا تزيد على 5 دقائق وتتحول إلى ثوان مع السيارة. وهكذا بدأت الدكتورة عملها في قسم أمراض العيون مع العبقري الأسباني شافيز، ومع أبراهام ليفي الذي يلعب في عالم دور شرير الفيلم،
من المصادفات الغريبة في هذا اليوم بالذات أن الحديث دار عن زوجها عرضا. لقد سألها البروفيسور الأسباني عنه، فقالت إنه على ما يرام. أنا سمعت إنه بيحب دايما يروح على مولانجا، قالها بلهجة ذات معنى فلم تفهم، لكنها خجلت من أن تبدو آخر من يعلم، لذا هزت رأسها بمعنى أن المعلومة قديمة. ثم ماذا بعد؟ مولانجا ده نادي صغير كده محلي، الأوروبيين بيحبوا يجمعوا هناك، في شرب ورقص وأحيانا مخدرات كمان للأسف. عايز نصيحتي، الرجالة دول أطفال كبار، سهل نضحك عليهم. ثم ألصق ذقنه بالمصباح الشقي ليواجه عيني المريض الجالس من الناحية الأخرى وقال: يعني مش مولانسار طبعا طبعا، لا لا لا، هو أكيد مش من النوعية دي، بس خليكي فاكرة كل الستات فاكرين إن جوازهم مش من النوع ده، والستات دايما على حق على فكرة. وفكرت في أن البروفيسور شافيز طبيب عظيم، لكن تنقصه اللياقة، كيف سمح لنفسه بالتدخل في شؤونها بهذا الشكل؟ هؤلاء العلماء ينهمكون بالعلم إلى حد أنهم يصيرون أطفالا شديدي الخرق حين يتعاملون مع المجتمع. مولانجا كانت تعرف أن هذا الهاجس سيلاحقها طويلا، هذه قطرة شريرة من السم تسقط في الجدول الرائق لثقتها بزوجها، بل جدول ثقتها بنفسها. لوي، انت هنا؟ جاء صوته من غرفة النوم مما دلها على انه ما زال مريضا. اتجهت الى هناك والقت نظرة على جسده الراقد منهكا في الفراش في الإضاءة المعتمة للغرفة. كان عاري الجذع وقد فرد ذراعيه إلى جانبه، بينما كرشه الصغير يعلو ويهبط مع نفسه. ها، حاسس إنك أحسن شوية؟ لا، في جديد. أزاحت الستائر عن النافذة فأدركت لماذا هو عاري الجذع. لقد كان هناك طفح جلدي يكسو صدره وظهره، طفح بقعي وحبيبي في بعض المواضع وإن ابتعد عن ذراعيه وقدميه. وراحت تتفحص الطفح، ولم تكن خبيرة بالأمراض الجلدية، لكن الطفح لم يبدو لها من الطراز المصاحب للحساسية، ثم إنه تعاطى الأسبرين والأموكسيسيلين من قبل. هو إيه ده؟ مش عارفة. اتجوزت دكتورة كل ما اسألها على حاجة تقولي معرفش، وانا ذنبي ايه اذا كان نظرة قوي زي الصقر؟ انا دكتورة عيون، حفيدك ازاي في حاجة زي دي؟ لو قلتلي بكرة مثلا ان عندك سحابة بيضة على عينك او ما بقتش بتشوف، هتفهم اني ما خدتش شهادتي بالمراسلة. انا مستني اليوم ده جدا، فكرت قليلا ثم سألته بشكل عملي. طيب تحب نروح الوحدة علشان يشوفك دكتور امراض جلدية؟ لا، انا لسه مصمم على انه شوية تعب وهيروحوا لحالهم. بعد يومين انتهت القصة، لقد زالت الحمى وعاد يمرح ويمزح ويأكل كدودة القز، زال الطفح الجلدي وتلاشت العقد الليمفاوية. حقا كان هذا فيروس 24 ساعة كما توقعت بالضبط. صحيح أن 24 ساعة طالت قليلا، لكن من قال إن الفيروسات تملك ساعة يد؟ ولو كانت تملك فمن قال إنها ساعة مضبوطة؟ أروع ما في هذه الوعكات البسيطة هو ثقتك التامة في أنها ستنتهي حتما. هو الآن داخل الخلية CD4، إنه يشعر برضا عن النفس لأنه لم يعد ذلك الوغد المجهول، وإنما صار له اسم مهيب محترم، HIV، ما أجمله من اسم. له رنين مخيف يوحي بالرهبة والتوجس، إنه أشهر اسم في العالم الآن، لابد من أن تجده في كل جريدة أو مجلة. من من زعماء العالم ومن من ممثلي هوليود يزعم الشيء ذاته؟ بل إن بعض المشاهير الذين غاب عنهم الضوء عادوا إليه بقوة حين أصابهم هذا الفيروس. ألم يعد اسم الممثل روك هيتسون يحتل كل وسائل الإعلام؟ ألم تتسابق الصحف في ترشيح الضحية القادمة لهذا القاتل الذي لا يمزح
هل هو مايكل جاكسون أم مادونا أم بوي جورج؟ هذه الخلية ذات أهمية استراتيجية قصوى في الجهاز المناعي للجسم. إنها تنتمي لمجموعة من الخلايا يقال لها الخلايا الليمفاوية، وهي أنواع شتى، لكن هذه الخلية بالذات من طراز اسمه الخلايا المساعدة. الآن يتكاثر. هو يعرف كيف يفعل هذا. إن الفيروس يستغل الخلية بشكل غير إنساني، يستخدمها كمصنع لحسابه الخاص، يستخدم كل مواردها وثرواتها الطبيعية ليصنع ما يلزمه هو، وهكذا تتحول الخلية إلى مصنع لا يخدم نفسه لكنه يخدم الغازي. هذه الطريقة التي يصنع بها هذا الفيروس الفريد نسخا عدة منه، والآن هناك ملايين منه. موارد الخلية قد انتهت، لم تعد لها جدوى، إنها تموت والفيروسات الوليدة تغادرها بحثا عن خلايا أخرى. إنها تقابل بعض الزملاء في أثناء سباحتها في الدم، زملاء دخلوا بنفس الطريقة تقريبا. تقابل فيروس التهاب الكبد سي، وهو يتجه نحو الكبد لينسف خلاياه نسفا، وربما ليبدأ بذور السرطان كذلك. تقابل بكتيريا تسبح بطريقة لولبية رشيقة، إنها بكتيريا الزهري، ذاهبة للبحث عن المتاعب في الجهاز العصبي أو الدوري أو التناسلي. ربما تبادل الزملاء تحية هز الرأس، وانطلق كل منهم نحو هدفه. هم يعرفون أن نجاحهم يعني دمارهم في الوقت ذاته. معنى نجاحهم أنهم سيقضون على الكائن الذي يمنحهم المأوى، وهذا يعني أن عليهم أن يجدوا أول فرصة للرحيل إلى جسد آخر. حتى ذلك الحين هناك الكثير من المرح. كان الزنجي الجديد يمارس الآن حياته بشكل شبه طبيعي. لقد مر أسبوعان منذ أخذ تلك الحقنة الملوثة، فقط هو يمر بوعكة بسيطة جدا، وعكة لا تختلف عن نزلات البرد التي نصاب بها مرارا كل عام. هناك سخونة والتهاب في الحلق، طفح بسيط في الجلد، وهنا الاختلاف الوحيد، وربما بعض العقد الليمفاوية البسيطة في جسده. إن الجسم يحاول مقاومة هذا الدخيل، يحاول فهم ما يحدث. هذه هي المتلازمة القهقرية الحادة، لكن الأمور تمر على ما يرام، وسرعان ما يستعيد الفتى عافيته، وهو ذا يجول في الشوارع بحثا عن مزيد من اللهو. إنه عابث لا يعرف بالكارثة التي يحملها جسده والتي تمارس عملها بنشاط ممتاز. لقد منحه المرض هدنة لا بأس بها، مدتها 7 أيام، ربما 10. سيكون الفتى عندها قد نسي كل شيء عن الوعكة العابرة التي مرت به، لكن الفيروس لا ينسى. لسوف يعود ليعلن عن نفسه حين ينخفض عدد الخلايا عن 200، عندها يعلن عن نفسه بشراسة. أما الآن فلديه عمل كثير يقوم به. إنه أحيانا يدمر الخلية وحدها، وأحيانا يدمر مجموعة من الخلايا في آن واحد، ويجعلها تلتحم في بعضها على شكل مدمج. هذه تقنية يعوض بها نقص عدد قواته. هذا المدمج يجذب إليه المزيد من خلايا المناعة، وفي الآن ذاته يجرب حظه مع ضحايا آخرين. إن الفتى ما زال يمارس حياة الليل. هناك الكثير من المخدرات والمحاقن التي تنغرس في عروق الرفاق. ذات مرة تراهن مع أصدقائه على أنه سيتبرع بدمه. لقد اتهموه بأنه دجاجة جبانة، فقرر على سبيل المرح أن يتبرع ببعض دمه. وفي هذا الوقت لم يكن أحد يفتش عن الفيروس في دماء المتبرعين. كيف تفتش عن شيء لا تعرف أنه موجود؟ ويجب أن نقول إن كل من تلقى دما بين عامي 1878 وعام 1985 هو مريض بالفيروس إلى أن يثبت العكس. والسبب هو أن الفيروس كان موجودا بوفرة، لكن أحدا لم يكن يبحث عنه. هذا الكيس المليء بالدم راح يتنقل من يد ليد. أخيرا وجد الطريق إلى عروق مدير مبيعات في شركة عطور. لقد انقلبت سيارته على الطريق ونزف كثيرا، وكان لابد من نقل دم له، لذا أحضر له هذا الكيس من نفس الفصيلة.
وقال الطبيب الشاب وهو يفتح الصمام ليتدفق الدم في عروق الجريح: احنا لقينا فصيلة دمك بسهولة، انت انسان محظوظ. ربما وصف المرض في سان فرانسيسكو أول مرة، لكن من المؤكد أنه ظهر في إفريقيا أولا، ومتى وأين لا أحد يعرف، لكن الحقيقة المفزعة هي أن إفريقيا التي تمثل عشر سكان العالم تمثل 16 حالات المرض في العالم كله. وفيما بعد حين عرف العالم كيف يوقف المرض إلى حد ما، فإن القارة الأفقر والأكثر تخلفا في العالم ظلت هي الموطن الرئيسي للمرض، على حين تعلم الغرب كيف يتقي الوباء وأعلن بثقة إن الإيدز مرض قابل للمنع. وعلى عكس ما نعتقده فإن أمريكا الشمالية لا تشكل أكثر من 5 حالات المرض في العالم. هذا منطقي، إن الأدوية باهظة الثمن لا تقدر عليها إفريقيا، والتعليمات الصحية لا تلقى أذنا صاغية، وبعض هؤلاء القوم يحبون حياة بلا ضوابط. كان صامتا خبيثا لا يعلن عن نفسه، على عكس بكتيريا الزهر البلهاء التي تفضح نفسها من البداية وتجعل المريض يهرع مذعورا إلى أقرب طبيب. البكتيريا الهشة التي تقتلها بضع جرعات من البنسلين. إن الفيروس واهن ضعيف، هو يعرف هذا، إنه لا يعيش طويلا خارج الجسم وتفتك به المطهرات بسرعة، لا تنقله الحشرات مثلما تنقل الملاريا، برغم أن أحدا لا يعرف سر ذلك. لا بد من جرعات عالية كي يصيب المريض. هو يعرف أنه واهن ضعيف، لذا يلجأ إلى الحيلة المثلى للضعفاء: الخبث والمزيد من الخبث، ادعاء البراءة. لهذا لا يفتش المريض عنه ولا يعرف عنه شيئا. عندما يعتقد أنه نجا وأن الأمر انتهى، عندها فقط يعلن الفيروس عن نفسه. الآن تسير الحياة بشكل منتظم. صار زوجها بيتيا من جديد، وهذا لا ينفي أنه اجتماعي كذلك. لقد جئت أنا وبرنادت عائدين من كينيا لنسكن جوارهما في تلك الفيلا الصغيرة، وكان هذا غاية المراد. لقد قرر أن يعني بنا بمزيج من واجب الجيرة وعاطفة البنوة المفتقدة. خرجت دكتورة سيمون من دارها في صباح العطلة لتجدني وبرنادت منهمكين في عمل عجيب نوعا، هو قطع الأعشاب في الحديقة بسكين عملاق كأننا نستكشف أدغال الأمازون. وكانت هناك عشرات من أكياس القمامة امتلأت بأشياء يجب التخلص منها. هكذا قررت أن الوقت قد حان للتدخل والمساعدة، وارتدت ثيابا تناسب هذا العمل، بينما قرر زوجها أن ينقل الأكياس معي خارج الفيلا. وهكذا تم التعارف. طبعا لا توجد مشكلة، لأن سيمون تعرفني بطبيعة الحال. أما أنا فقد صادقت الزوج، لم يبدو لي رجلا سخيفا، بل هو خدوم بالفعل. على كل حال لم ألقى فرنسيين أو بلجيكيين سيئين منذ توغلت في إفريقيا، لكني لن أنخدع. لا يوجد شعب من الملائكة، فلابد أن الذين كانوا يدنسون الأزهر ويذبحون الأطفال في الكونغو ويقتلون الثوار في الجزائر لم يأتوا مع هؤلاء، لقد بقوا في بلادهم. وعلى كل حال برغم مقتي للسياسة الأمريكية عامة، فإنني أحب أرثر شيلبي، وما زلت أجد أن كل أمريكي جذاب جدا لو تعاملت معه بشكل منفرد. هذا يؤكد القاعدة ولا ينفيها. الشيء الوحيد الذي ضايقني هو أنهما اجتماعيان جدا. لست ذئبا متوحدا أو سمكة المقاتل السيامي، لكني أحب أن أترك وشأني بعض الوقت، لكن هذين قررا أن العناية بنا واجب. في هذا اليوم الذي تبدأ فيه علاقتي بالقصة، كنت في الفيلا وحدي بعد عودتي من العمل. إن عمل برنادت سيمتد إلى الليل على الأرجح، وقد قررت أن أذهب إليها حين تغرب الشمس لأرى ما قد تحتاج إليه. هنا سمعت دقات على الباب، فتحته لأجد الزوج الفرنسي، وكان يرتدي سترة تدريب وذقنه غير حليقة. أنت لوحدك؟ هززت رأسي وأنا أتوقع هجمة المودة القادمة. طيب ما تيجي تقعد معايا، ما أعتقدش أنك هتاكل إلا بالليل. هززت رأسي. الحقيقة أن هذه هي الحقيقة بالضبط،
وكنا في تلك المرحلة التي يمر بها كل من ينتقل إلى بيت آخر. في كل لحظة تكتشف تفاصيل جديدة. ما هذا؟ ألم نحضر ثقابا؟ ما هذا؟ لا يوجد معجون أسنان؟ ماذا؟ لا يوجد شاي؟ أين ذهبت تلك المكنسة؟ إلى آخره. هكذا أغلقت الباب ولحقت به إلى الفيلا المجاورة. طبعا كانت بحالة أفضل بكثير، ليس فاحش الثراء، لكن حياتهما مريحة جميلة. هناك ذوق راق في كل مكان، وبصعوبة يمكن أن تتخيل أنك في إفريقيا على حدود الدغل. تحب تتفرج على التلفزيون ولا تيجي معايا المطبخ نجهز المكرونة؟ لا، أجي معاك المطبخ طبعا. وهكذا وضع ماريولا الطهي، وقفت معه وسط المطبخ الذي أعد على طراز حديث ليكون مركز البيت، وبدأ تقطيع البصل. وقال لي وهو يحاول منع المخاط من أن يسيل عن طريق الاستنشاق: دي طريقة إيطالية ممتازة، بس أنا هستغنى عن شوية مكونات علشانك. في الغالب يتحدث عن النبيذ أو شحم الخنزير، ولما رأيت حالته تتدهور أخذت منه السكين ورحت أقطع البصل بنفسي. اتجه في حماسة ليفتح علبة تونة وعلبة من شرائح الزيتون. الحق أن لعابي بدأ يسيل. لم أجرب قط المكرونة بالتونة والزيتون، لكنها لا تبدو فكرة سيئة إلى هذا الحد. فجأة سألني سؤالا مبغتا لم أتوقعه: بس قولي، هو ليه الواحد بيخس ودرجة حرارته بتعلى بدون سبب؟ لا أعرف ما علاقة هذا بالمكرونة، لكني على كل حال أعرف عادة الناس في التفتيش عن أي شكوى إذا كانوا يحدثون طبيبا، ولماذا لا يسأل زوجته؟ قلت وأنا في أسوأ حال من الدموع: ده بيحصل مع كل الحميات تقريبا، ارتفاع درجة حرارة، يعني ده معناه عملية حرق لمخزونات الجسم من السعرات. دي ليها كذا حالة زي الضرن، وطبعا ثلاثية فقدان الوزن والحمى والإسهال بدون سبب يعني لمدة شهر. دي بتبقى جزء من تعريف منظمة الصحة العالمية لمرض الإيدز. بس بتسأل ليه؟ لم ألحظ أنه توقف عن إفراغ ما في يده في الصحن. لم ألحظ أن العضلة في صدغه انقبضت. لم ألحظ أنه نظر لظهري نظرة طويلة حادة. فقط قال بعد هنيهة من الصمت: ها؟ لا لا لا، أنا بسأل علشان واحد صاحبي. ها؟ خلصت تقطيع البصل؟ أنا عارف إنه أصعب جزء في الطبخ. بعد قليل كنا جالسين أمام التلفزيون وفي يد كل منا طبق من المكرونة الساخنة يتصاعد منه البخار. لا، واضح إنك شاطر في شغل البيت. أنا ست البيت هنا، أنا أصلي ما بشتغلش كل يوم، ساعات ما بيجيليش شغل لمدة أسبوع لحد ما يجيلي استدعاء ليا وندي، لكن مراتي بتخرج وترجع في مواعيد مظبوطة، ده غير الورديات بالليل. ومبسوط في أنجوانديري بقى على كده؟ مش قوي. أنا صحيح خدت على حياة المدينة، لكن مراتي مبسوطة بالشغل هنا. عاملة فيها ألبرت شفايتزر. ألبرت شفايتزر، هذا الرمز الذي يعتنقه كل طبيب متحمس في إفريقيا. الناس لا تعمل في الأدغال حيث الموت وراء كل غصن شجرة إلا لأنها تربح كثيرا جدا، أو لأنها تريد تحقيق رسالة ما. ثمة سبب ثالث لا أعرف واحدا جاء من أجله ما عدائي: الرغبة في الابتعاد، البحث عن الذات بعيدا عن مسقط رأس هذه الذات. ذهب ليبحث عن أمريكا فوجد نفسه. هذا هو شعار فيلم يرقص مع الذئاب، Dances with the Wolves، الذي لعب فيه كيفين كوستنر دور جندي أمريكي سائم الحرب الأهلية، فقرر أن يذهب إلى مكان منعزل نائن وأن يراقب الهنود الحمر. وهنا فقط وجد الأصدقاء ووجد الحب، وجد نفسه. هذا الفيلم لم يفارق مخيلتي قط. سمعنا الباب يفتح وجاءت الزوجة، فنهضت في حرج وقد كنت جالسا على راحتي وقد ثنيت قدمي على المقعد في وضع القرفصاء. دكتور عبد العظيم هنا، أتمنى أنكم تكونوا قضيتوا وقت ممتع. المكرونة كانت تحفة، هي دي بالضبط فكرتي عن الوقت الممتع. ثم هززت رأسي وأعلنت أن الوقت قد حان للانصراف. عندنا في مصر مثل يقول: الضيف المجنون يأكل ويقوم،
لكنهما لا يعرفانه لحسن الحظ. اثنان ظريفان، قلتها لنفسي وأنا أقطع الأمطار المعدودة متجها إلى داري. بعد أسبوع نام لوي في وقت مبكر في أثناء قراءته كعادته قبل النوم. كانت هي جالسة جواره في الفراش جوار الأباجورة المضاءة تطالع بعض دوريات أمراض العيون، وقد ابتسمت لرؤية وجه الطفل الوادع وقد سقط تماما في لجة الأحلام. التقطت الكتاب ووضعته جانبا وغطته بعناية. إن الليل بارد هذه الأيام، كانت تحبه حقا، وحتى اليوم ما زالت تحبه، وقد جربته أكثر من مرة وتعرف جيدا أنه إنسان طيب، له أخطاؤه القاتلة لكنه إنسان طيب في النهاية. ثم تخيط واه جدا بين الشيطان والطفل الذي يتشيطن، نمقت الأول ونلعنه ونستعيذ بالله منه، ونوبخ الثاني لكننا في نهاية اليوم نلثم جبهته وهو نائم ونضمه في رفق. ولوي كان مجرد طفل شقي، كانت تعرف أنه قلق في الآونة الأخيرة، لا تعرف السبب، لكنه لا يتعلق بذلك النادي المشؤوم، هو لم يعد يفارق الدار منذ زمن، هذا لغز آخر لا تعرفه، لكنه سيتكلم، حتما سيتكلم. راحت تطالع الأوراق محاولة التركيز، ثم تذكرت أنها غير كاملة، هناك عدد من إحدى المجلات يبدو أنها نسيته في غرفة المعيشة. نهضت إلى هناك في رفق وبحثت، فوجدت أن زوجها وضع كل الأوراق والصحف في المكتبة الصغيرة المعلقة على الجدار. تناولت الأوراق وراحت تفتش فيها. ما هذا؟ أضاءت المصباح لترى أكثر. مظروف صغير عليه شعار مستشفى في ويندي ويحمل اسم زوجها السيد لوي مولينسار. فتحت المظروف لتجد ورقة واحدة يبدو أنها تخص مختبرا ما، وكان التقرير يقول: اختبار الجسم المضاد لـ HIV باستخدام إليزا موجب، اختبار البقعة الغربية Western Blot موجب، يرجى الاتصال بمختبر وزارة الصحة في ويندي لاستكمال الفحوص على وجه السرعة. وبعقل مشوش لا يعي ما يفعل، نقلت المكتوبة في الورقة إلى أريقة صغيرة ودستها في حقيبتها، ثم عادت إلى الفراش لكنها لم تنم. حين دخلت سيمون إلى المختبر في الصباح، كانت هيلجا الألمانية الشمطاء منهمكة في افتراسي كالعادة. من سوء حظي أنني وقعت في قبضتها ولمدة شهر كامل، وهي أسوأ بداية لعودتي إلى سفاري، حتى إن كليمنجارو لم يعد يبدو بهذا السوء. كانت منهمكة في توبيخي على شيء ما، ربما لأنني ما زلت حيا، وكنت أنا قد صرت خبيرا بهذه المرأة وأعرف كيف أثير جنونها دون خطأ واحد تمسكه علي. حين دخلت سيمون ورأتني امتقع وجهها قليلا وارتبكت، وكذا امتقعت أنا لأنني لا أحب أن يراني أحد أثناء عملية افتراسي. حيتني بعصبية وبهزة رأس، بينما حيت دكتورة هيلجا بحرارة أكثر. قالت هيلجا وهي تفرغ أنبوب الاختبار في الحوض: الشاب ده عاوز يقتلني، مش عارف أبدا يميز خلايا سرطان الدم، على طول الأطفال الأفارقة دول ما بيلاقوش حاجة أفضل يعملوها غير إنهم يجيلهم سرطان دم. أقدر أسألك عن حاجة على انفراد؟ طبعا يا عزيزتي، تعالي معايا المكتب. واقتادتها إلى مكتبها الذي أحيط بالزجاج كي تراقب كل دقيقة في المختبر، ولم تنسى أن تنظر لي نظرة نارية من طراز: سأعود فلا تفرح، ولربما هي من طراز: أنا لم أنتهي منك بعد. حين اختلت المرأتان بنفسيهما، قالت سيمون وهي تخرج وريقة من جيبها: هو إيه معنى الأبحاث دي؟ نزعت هيلجا قفازيها ووضعت عويناتها لترى أفضل، ونظرت إلى الورقة المكتوبة بخط اليد سريعا، ثم قالت وهي تعيدها إلى سيمون: دي عدوى HIV بدون شك، هو مريض عندك؟ أيوة، يعني دي حالة إيدز؟ جرايه يا دكتورة،
نسيت الطب فجأة؟ لا، بس كنت عاوز أتأكد. والحقيقة أنها كانت تعرف ما يعنيه هذا طبعا، لكنها لم تملك الجرأة قط كي تعلنه لنفسها. كانت تأمل في وجود ثغرة ما، ثغرة واحدة، قالت هيلجا وهي تسترخي في مقعدها كما يفعل التجار في وكالة البلح. كلما رأيتها جالسة شعرت بأن علي أن أصفق لأطلب لها شايا وحجرين من الدخان. دي عدوى بالفيروس، لكنها مش حالة إيدز. نقدر نقول أنها حالة إيدز، بس لو هبطت خلايا CD4 عن 200 خلية وبدأت العدوى الانتهازية، ومن الآخر كده المعلومات دي ناقصة. طب وإيه هي احتمالات أنه يتحول لإيدز؟ على حسب، لكن عدد كبير من الحالات بيتحول لإيدز صريح من 5 لـ10 سنين، حوالي النص. لكن اختبار الإيدز ده على طول بسمع إن نتائجه غلط. ده صحيح، بيدي نتائج موجبة زائفة. تصوري إنه 29 من كل 30 حالة موجبة بتكون زائفة، واحد بس من كل 30 حالة بيكون مصاب بالمرض ده. معنى كده إن التحليل ده كله كذب، محدش يصدقه، ولو عملته على كوباية مية ممكن يطلع إيجابي. تقريبا كده فعلا، لو موجب بيبقى لازم نأكد الموضوع، بس لو سلبي فغالبا من السبع للفيروس واحنا مطمنين. ده اختبار نفي جيد لكنه مش اختبار اثبات، عشان كده لازم نتاكد من التحليل الموجب بالتحليل التاني، البقعه الغربيه اللي بياكد النتيجه، والمريض ده عمل التحليل وبالتالي هو عنده الفيروس، مفيش شك في كده. عادت سيمون تفكر، اسئله كثيره تصطرع في ذهنها، ولحظتها تمنت لو كانت خبيره فيروسات بدلا من امراض العيون. طيب نفترض أني اتشكيت بسن الإبرة منه، هل كده أنا مصابة بالعدوى؟ 3 من كل 1000 بيجيلهم المرض ده بالطريقة دي. لازم تبقي نحسة قوي يا بنتي عشان تتصابي بالشكل ده، لكن طبعا لازم دمك يتفحص بعناية. أخدتي العلاج الوقائي ولا لأ؟ من إمتى تشكيتي؟ من حوالي 2 3 كده. مفيش مشكلة، ممكن نعمل الفحص ونتأكد. فكرت سيمون قليلا ثم نظرت حولها وقالت وهي تبلع ريقها، يا ريت، أنا عاوزة أتأكد. هزت هيلجا رأسها، فهي قد اعتادت هذه الأمور، كل الأطباء مصابون ببارانويا الإيدز، وفي كل يوم تقريبا يأتيها طبيب شاحب الوجه يسألها نفس الأسئلة وهو يهمس من حين لآخر. انتهى أمري، أنا بطة ميتة. هنعمل لك اختبار إليزا، لو كان سلبي فانسي الموضوع، أما لو كان موجب فهنعمل فحوصات تانية عشان نتحقق من النتيجة. وضغطت على الجرس فظهرت ممرضة أسيوية ترفع حاجبيها علامة تساؤل، فقالت لها هيلجا، عاوزين ناخد عينة دم من الدكتورة، مش انت اللي هتعمليها، نزلي على الدكتور الشاب الملتحي اللي عندك، اهو يتعلم يعمل حاجة مفيدة مرة واحدة في حياته. عامة ليس HIV من الفيروسات سريعة الانتقال، ولم يدرج قط في الأمان الحيوي الرابع، بمعنى آخر يمكنك أن تأكل مع مريض الإيدز وتصافحه وتنام معه، كل شيء جائز ما عدا أن تتعرض لأي إفرازات من إفرازاته وبصفة خاصة دمه. حتى هذا الأخير يمكن التعامل معه ما دمت ليست في جسدك جروح، لهذا من حين لآخر تنتشر إشاعة عن انتقال الفيروس عن طريق أدوات طبيب أسنان ما. الحقيقة أن هذا أندر من الندرة ويحتاج إلى قدر غير محتمل من سوء الحظ. الآن انخفض عدد الخلايا CD4 إلى درجة كبيرة لأن الفيروس لم يضع وقته، وكان الفتى الزنجي يعيش حياته بالطول والعرض وقد نقل المرض إلى كثيرين، لكنه لم يشعر بأنه مريض حقا إلا حين وجد أن فمه يؤلمه عندما يأكل. الطعام نفسه له طعم اليورانيوم، لو كان اليورانيوم طعم. وجد مرآة مهشمة ففتح فاه أمامها ونظر، إيه يا مان الكلام ده؟ إيه الحاجات دي؟ لا يطلع سرطان ولا حاجة؟ قال صاحبه الآخر الذي يعلق قرطا في أذنه اليسرى والذي امتلأ جسده بالوشم، أنا مش شايف أي حاجة يا مان، مفيش أي حاجة موجودة في نسانة، أنت سخن مولع بس. لكن الفتى قلق، بعد أسبوع بدأ يصاب بنوبات السعال تلك، حرارته مرتفعة نوعا والسعال يمزق صدره في أثناء الليل،
ثم لم يلبث أن أدرك أنه مريض. وأجيب دكتور منين يا مان دلوقت؟ مفيش كاشات خالص. فحصه الأطباء طويلا وأجروا الأشعة على صدره، قاموا بتحليل البصاق، بل إنهم أدخلوا منظارا إلى حنجرته وسكبوا سائلا وشفطوه، ثم إنهم أعلنوا النتيجة: إنه مصاب بعدوى فطرية في فمه، ومصاب بطفيل في رئته يدعى PCB. هذا الطفيل من العلامات المميزة لفقدان المناعة لدى مرضى الإيدز. هكذا دارت العجلة الشهيرة وأجريت كافة الاختبارات، وفي النهاية عرف الفتى أنه مصاب بمرض الإيدز، طاعون العصر. إن فيروس HIV نفسه لا يقتل، لكنه يعمل هنا عمل الخائن الذي يفتح أبواب المدينة الحصينة للغزاة. لقد أتلف الدفاعات كلها، ثم ترك الأبواب لتقتحمها فيروسات وبكتيريا وفطريات وديدان تعرف كيف تؤدي عملها ببراعة. إن الضرر نضيف مرغوب فيه هنا، كذلك PCB الذي تكلمنا عنه، فيروس الهربس، فطر الكانديدا، حتى الأورام. إن أوراما كثيرة تولد في أجسادنا كل يوم، كل منها يحمل نذير السرطان، لكن جهازنا المناعي يلاحقها. كلما وجد خلية سيئة الأدب تحاول التمرد قام بالقضاء عليها. الآن وقد غاب الجهاز المناعي تزداد ظاهرة الخلايا المتمردة ويولد أكثر من سرطان، أشهرها سرطان كابوزي، سرطان نادر غريب الأطوار لم نسمع عنه من قبل إلا في إفريقيا. اليوم يظهر في مرضى الإيدز، ويكفي تشخيصه كي نشخص الإصابة بالإيدز. هذه المجموعة من الأمراض يطلق عليها العلماء اسم الأمخاج الانتهازية Opportunistic Infections، لأنها تنتهز فرصة انهيار دفاعات الجسم وتدخل، وهي التي ما كانت لتجرؤ في ظروف أخرى. إنها تنتهز الفرص بنذالة لا بأس بها مثل أي واحد منا. لقد تعلمت البكتيريا أخلاق البشر، وهذا شيء خطير لو أنك فكرت فيه. ومن يومها انتهى المرح. لقد صار الفتى سقيما بالمعنى الحرفي للكلمة، ثم ترسانة من العقاقير يتعاطاها في كل حين. إنه معرض لكل أنواع الالتهاب الرئوي، معرض لطفيليات نادرة تسبب الإسهال، إنه معرض لتفاقم أي عدوى سابقة في جسده، معرض لالتهاب سحائي من طراز نادر يأتيه من الطيور. تقريبا لم يعد جزء في جسده آمن من فيروس الإيدز أو من العدوى التي يسهل الفيروس دخولها، حتى العينين، حتى الجهاز العصبي. وكان عليه أن يتعاطى عقارا معينا باهظ الثمن كل 4 ساعات. إنه لا يملك تأمينا صحيا، والحكومة لا تعترف بوجوده، لكن هناك صناديق تتكفل بعلاج أمثاله، وقد أجروا معه تحقيقا دقيقا لمعرفة من اتصل بهم في السنين الماضية. طبعا هذا عمل شبه مستحيل بعد 7 أعوام من الرذيلة. لقد مات مدير المبيعات منذ 2 عامين، وهو لغز من ألغاز الإيدز. لماذا قد يعيش ناقل المرض أطول ممن نقل إليه المرض؟ من الجلي أن هناك فصولا من القصة لم تكتب بعد، لكن بالنسبة لصاحبنا كان 2 عامان قد مر منذ التشخيص، وكان يتدهور بسرعة. فقد من وزنه 20 كيلوغراما، حتى بدا كأنما هو هيكل عظمي يلبس ثوبا جلديا واسعا، وفقد شعر رأسه. الخلاصة إن شيئا واحدا لم يزدد فيه إلا عمره الظاهري. هذا شيخ في 60، لن تصدق أنه في 20 أبدا. وجاءت اللحظة المحتومة عندما أصابه إسهال عنيف. دخل الحمام المتسخ في دارهم 10 مرات، ثم أدرك أن الأمر مستحيل، وأن عليه أن يجد من يحمله إلى المستشفى. وهناك أعطوه الكثير من المحاليل وأجروا تحليلا سريعا للبراز. إنه مصاب بطفيل شرير هو الكريبتوسبوريديوم، وهو طفيل لا يستطيع أن يؤذيك، لا يمكنه أن يسبب لك مجرد مغص، لكنه مع هذا الفتى الذي انعدمت مناعته تماما يصير قاتلا. والأهم أنه لا علاج له ما عدا عدة تجارب لم تؤتي أكلها بعد. استمر الإسهال 3 أيام، وبرغم المحاولات العنيفة لإنقاذه فإنه لم يصمد أكثر، وأخيرا
توقف قلبه وشخصت عينه وانضم إلى إحصائيات الذين انتصر المرض عليهم. إن الإيدز يريح دوما في النهاية، يخرج لسانه لترسانة الأطباء والأجهزة العلمية والتقنيات العالية التي تملكها أقوى وأغنى دولة في العالم. إنه ثامن أهم سبب للموت في العالم كله، والسبب الأول لوفاة الشباب بين 25 و45. بس ده ظلم يا مان، أنا بس كنت بحاول أتبسط شوية. لم تتنفس سيمون الصعداء إلا حين ذهبت إلى المختبر في ذلك اليوم. قابلتها دكتورة هيلجا بوجه كالح ينذر بالشؤم، فسقط قلبها في قدمها، لكن الطبيبة الألمانية العجوز قالت لها بلهجة صارمة خالية من المودة: النتيجة سلبي، أمال كنت متوقعة أي؟ كادت تبكي. إن المرأة لا ينجو من الإيدز كل يوم، لكن طب هل في احتمال إنه يكون في حاجة غلط؟ قالت هيلجا وهي تدس الأوراق في مظروف وتناولها إياه. احتمال كبير. من جديد سقط قلبها في قدميها. هذه المرأة تحسب أنها تتعامل مع جهاز كمبيوتر أو صنم، وكأنما تفقد قطعة من لحمها في كل مرة تحاول فيها أن تبعث بعض الدفء الإنساني من حولها. أردفت هيلجا وهي ترشف القهوة من قدح كبير أمامها، قدح كتب عليه ليبا الحب وسط قلب أحمر كبير. بس ده لو كان في بداية المرض قبل تكوين الأجسام المضادة، أو في نهايته لما الجسم بيعجز تماما عن تصنيع الأجسام المضادة. بس انتي هنا بتقولي ان الوغزة دي حصلت من 3 شهور، ده بيستبعد ان النتيجة تكون غلط. وبعدين انتي لسه مش في نهاية المرض، وإلا كنتي دخلتي على كرسي متحرك. روحي يا بنتي استمتعي بحياتك، الحياة جميلة. قالتها بلهجتها القاسية الفاترة كأنها تقول: أنا أكرهك، ولكم وددت لو كان التحليل موجبا لأنعم برؤيتك تموتين. لكن سيمون برغم هذا أوشكت على تقبيل العجوز من فرط سرورها. إنها حرة، حرة. الآن انتهت مشكلتها الأهم، هل أخذت العدوى المفزعة من زوجها؟ واضح أن هذا لم يحدث حتى الآن، وارد جدا أن يحدث في المستقبل. المشكلة الثانية التي لا تعرف حلها: كيف التقط زوجها العدوى ومتى؟ يمكن القول أنه أحس بأعراض معينة وأنه شك في الأمر، وعلى الأرجح أرسل عينة من دمه مع أحد رفاقه إلى مختبر في ياوندي. لم يرد أن يخبرها به، ولم يرد أن يجري اختبارا في سفاري، لأنها ستعرف بعد ربع ساعة لا أكثر. لقد زالت الحمى وعاد يمرح ويمزح ويأكل كدودة القز. زال الطفح الجلدي وتلاشت العقد الليمفاوية. حقا كان هذا فيروس 24 ساعة كما توقعت بالضبط. صحيح أن 24 ساعة طالت قليلا، لكن من قال إن الفيروسات تملك ساعة يد؟ ولو كانت تملك، فمن قال إنها ساعة مضبوطة؟ أروع ما في هذه الوعكات البسيطة هو ثقتك التامة في أنها ستنتهي حتما. واقشعر جسدها. لم يكن هذا مرضا عابرا إذن، بل هو المتلازمة القهقرية الحادة. لقد أصيب بالعدوى في وقت ما قبل هذا بأسبوعين. هو لم يتلق دما ولم يجر جراحة. لا توجد طريقة بريئة يأخذ بها العدوى. ومتى كان هذا الوقت الذي أصيب فيه؟ حينما كان يسهر مع تلك الشلة في ذلك النادي الغريب. هذا واضح. لو أضفنا لهذا أنه يفقد وزنه باستمرار، وأنها حسبت هذا ناجما عن أقراص التخسيس التي كان يتعاطاها من قبل. إن وزن لوي لم يكن ثابتا قط، وإنما هو صراع مستمر بين كرش يريد أن يتمرد وإرادة تصر على ألا يحدث هذا. لو أضفنا هذا للصورة لفهمنا لماذا أجرى ذلك التحليل. لكن إلى أي مدى كان ينوي إبقاء الأمر سرا؟ هل كان سيخبرها؟ متى؟ الحقيقة أنها لم تستطع قط أن تستعيد طبيعتها حين عادت إلى الدار، وكان أول ما لاحظته هو أن ذلك المظروف لم يعد في مكانه. كان سهوا وقد فطن إليه. جاء بعد الظهر من جولة في البلدة،
وكان كما رأته عندما خرج صامتا غامضا يبدو عليه الشعور الواضح بالذنب. رباه، كيف لم تلحظ إلى أي حد تدهور وزنه؟ أحيانا تعتقد أنها لم تكن تصلح طبيبة على الإطلاق، لكنها في الحقيقة كانت كأطباء العيون وأطباء الأسنان وأطباء الأنف والأذن وكل الأطباء الذين يتركز اهتمامهم على بقعة ضيقة. لم تكن ترى في أي إنسان إلا عينيه. بالنسبة لها كان البشر جميعا عيونا كبيرة تمشي على قدمين، ولرب مريض لا تذكر بالضبط إن كان ذا شارب أو لا، بدينا أم نحيلا، متأنقا أم مبعثر الثياب، فقط هي تذكر كل شيء عن عينيه. الآن يجلسان للغداء. هذه المرة ثمت شيء ما يخيم على الجو، لم تعد تستطيع أن تتعامل معه كشخص عادي، إن ضميرها مثقل وضميره كذلك. عامل إيه؟ كويس. مش باين عليك. بقولك كويس، هو لازم أعلق يافطة يعني؟ لم يكن يأكل، إنما يقلب الطعام بملعقته. آه، ملعقته، يجب أن تحترس من الآن، فلم يعد الأمر كما كان. هي ليست مخبولة، لا ينتقل الإيدز بأشياء مثل الملعقة، هذه بديهيات، حتى فرشاة الأسنان لا تنقله إلا لو جرحت اللثتين تباعا. باختصار هذا احتمال واه جدا، لكنك تعرف هذه الأمور، الذعر غير المفهوم. هناك حادثة حقيقية عن عامل مناجم وجد ثعبانا على ساقه وهو يحفر، وبدلا من أن ينفضه هوى على ساقه بالبلطة ليبترها. الذعر الذي يذيب المنطق، لو زحف ثعبان على يدك لشعرت بأنها لن تنظف أبدا مهما غسلتها. الآن هي تعرف أن مرض الإيدز مرض قابل للاحتواء، يمكنك أن تقرر أنك لن تصاب به وغالبا ما تنجح، لكنها برغم هذا تعطيه إمكانات لا قبل له بها، كأنه خارق للطبيعة، كأنه في هواء البيت ذاته. والحقيقة هي أن هذا الكلام ينطبق على فيروس إيبولا أكثر بكثير مما ينطبق على الإيدز. قولي، في حاجة عايز تقولها لي؟ زي إيه؟ وعادت تلتهم طعامها. هو إذن لا يحمل نية إخبارها أبداً، سيظل يحتفظ بالسر. يا له من أحمق، والأسوأ من هذا أنه أناني تماماً، يفضل أن يحتفظ بسره على سلامتها هي نفسها. من أبسط حقوقها أن تعرف نوع مرض من تعيش معه، لكنه يأبى أن يفعل. ثانيا هو أحمق، لا يستطيع أن يحتفظ بالسر ويطلب العلاج في الوقت ذاته، ومن سيعالجه؟ بالتأكيد واحد من أطباء سفاري، فهل يظل الأمر سرا بعد كل هذا؟ ترى هل يوجد علاج؟ معلوماتها ناقصة في هذا الصدد، فقط هي تعرف أنه ما من علاج ناجح حتى هذه اللحظة، فهل جد جديد لا تعرفه؟ لربما كان هناك أمل ما، ولكن كيف من دون أن يصارحها بكل شيء؟ هل تبدأ هي؟ لا تعرف رد فعله. في الغالب يكون هؤلاء المرضى عصبيين جدا، على الأرجح سيرفض أي معاونة، ولسوف يرفض معاونتها هي بالذات بشدة. متى وكيف ولماذا؟ متى؟ ذلك اليوم منذ عدة أشهر قبل إصابته بتلك الوعكة البسيطة بأسبوعين أو ثلاثة. أين؟ في ذلك النادي الذي يأمه الأوروبيون. كيف؟ تلكم هي المسألة، كما يقول هاملت. لماذا؟ لأنه وغد ولأنه أحمق. كل الرجال أوغاد حمقى. إنه لا يستطيع أن يقنع ببيت هادئ وزوجة محبة مخلصة، إنه يبحث عن التغيير، وقد رزقه الله بالتغيير، أعنف تغيير ممكن في حياة إنسان. إن شيئا لن يعود كما كان، ولسوف يمرح كثيرا وهو يرى دفاعات جسده تتلاشى وتسقط. متى؟ ربما بعد 5 أعوام، 6، 10، ربما لن يحدث هذا أبدا، لكنها لن تكون موجودة لتعرف ذلك. سوف تصارحه بكل شيء وتطلب الطلاق. إنهما شخصان متحضران ولن تكون هناك مشكلة، ليذهب هو إلى ياوندي ولتبقى هي هنا مع سفاري التي أحبتها. على الأقل سيجد في ياوندي الكثير من المرح، بينما هي تفضل الأدغال وأهالي القبائل.
كانت تفكر في هذا وهي جالسة في الفراش ليلا تقرأ على ضوء الأباجورة، بالأحرى تحاول أن تقرأ، لكن كل شيء يذوب أمام عينيها. الفراش جوارها خال، إنه يحلق ذقنه في الحمام. سيكون هناك دم كثير لأنه يجرح نفسه دوما. ماذا عن موس الحلاقة؟ صحيح أنه يتخلص منها، لكنه لو حدث ونسي ذلك. ومدت هي يدها بحثا عن فرشاة الأسنان عندئذ. لا، الأمر خطير فعلا. ثمة حمار ما قال إن الحياة مع مريض الإيدز ممكنة. واضح أنه لا يعيش مع مريض إيدز في دار واحدة. من السهل أن تتكلم وأنت في مكتب مكيف بعيدا عن أي خطر. ثم إن الأمر يكون أعقد بالنسبة للأطباء. إن الطبيب على دراية بكل الاحتمالات البهيجة التي يمكن أن تطرأ. دعه يكتشف عقدة لمفاوية في عنقه، ولسوف يفكر أولا في سرطان هوتكن، بينما غير الطبيب سيفكر في جروح الحلاقة. دع ابنه يعاني من نزيف أنفي، ولسوف يفكر في سرطان الدم، بينما كل أب آخر سيفكر في شقاوة الأطفال الذين يلكمون بعضهم على الأنوف. ولكن ساعة إلا الربع، لقد أمضى لوي في الحمام ساعة إلا الربع. هذه ليست حلاقة، بل هي جراحة. إذن كان بإمكانها حلاقة لحى 20 راهبا من السيخ المتدينين في ذلك الوقت. نهضت متوجسة إلى الحمام وقرعت الباب في رفق. لوي! لا رد. لوي أنت كويس؟ كان هناك صوت لكنه لم يسمو إلى درجة أن يصير ردا. لوي افتح الباب! لكن لا رد. الآن أصابها رعب حقيقي وراحت تهز المقبض مرارا في عصبية. هل هي تحلم أم أن هذا صوت أنين فعلا؟ ده قافل عليه باب الحمام وما بيفتحش. سمعت هذه العبارة وأنا أقف على الباب بمنامتي، ومن خلفي جاءت برنادت قلقة تتساءل عمن يقرع الباب في هذا الوقت. كانت الزوجة في حالة هستيرية فعلا، والدموع تخنقها وتسبقها، ولا ألمها كثيرا. إن للرجال عادة سيئة هي الإصابة بنوبة قلبية أو سدة رئوية في الحمام. هذا يحدث كثيرا، والمشكلة هنا أنها ستكون ليلة سوداء فعلا. لا حل أمامي، فأنا الرجل الوحيد في هذا المربع، الرجل الوحيد الشاب نوعا، فلا أقل من أن أتصرف كما يليق بالرجل الوحيد. خرجت مسرعا أعبر المسافة بين الدارين وأنا أحاول ألا أتعثر في الظلام. الباب مفتوح، دلفت إلى الداخل متحمسا قبل أن أتذكر حقيقة بسيطة. أنا لا أعرف أين الحمام. هكذا انتظرت حتى لحقت بي الزوجة مع برنادة العزيزة وأشارت لي إلى ردهة جانبية ضيقة. هنا رأيت الباب الموصد. هذه مشكلة أخرى، لا يوجد مكان يسمح بالتراجع للوراء كي تندفع إلى الأمام. حاولت بكتفي عدة مرات دون جدوى. كنت الآن متأكدا من هذا، الرجل ميت أو يموت أو هو فاقد الرشد. على كل حال لا بد من فتح هذا الباب. أخيرا لم أجد إلا الحلول العنيفة، فطلبت منها مفكا. لابد أن هناك واحدا هنا. غابت قليلا ثم عادت بالمفك الضخم الصلب الذي كنت أحلم به. دسسته في فرجة الباب ورحت أضغط مستعملا إياه كعتلة. عتلة. نوى يستجيب. تهشم الباب في هذه اللحظة لينقذ كرامتي، واستطعت أن أفتحه. وكان ما رأيته غير جميل على الإطلاق. كان يجلس في مختص الماء وقد أرجع عنقه للوراء، بينما المكان ملوث بالدماء، وأدركت على الفور أن مصدر النزف هو معصمه. ثم دموس حلاقة جواره وفوضى عامة. وعلى مرآة الحمام كانت هناك ورقة معلقة ثبتها بشريط من اللاصق. سامحيني يا سيمون. الآن انطلقت سيمون في الصراخ كأنها صفارة إنذار، وقد نصحتها بأن تخرس عدة مرات دون جدوى. يصعب أن تفكر بترتيب وأنت تسمع فأرا لا يكف عن الصراخ الرفيع في أذنك. تحسست صدر الرجل ثم جسست نبضة. إنه ما زال حيا، صدمة عنيفة لكنه ما زال حيا. صحت وأنا أرفع قدميه فوق حافة المختص لأسهل وصول الدم إلى مخه. اطلبوا الإسعاف حالا،
ده لسه عايش. هرعت برنادة تارك هدو خارجة من الحمام. انت تلوثت دمه؟ انت تلوثت دمه؟ وايه يعني ايه المشكلة؟ حب استحمى بعد كده. انت مش فاهم حاجة، انت مش فاهم حاجة، مش فاهم حاجة. ثم جثت على ركبتيها وراحت تبكي. فيما بعد فهمت معنى ما قالت، وهو حمق على كل حال. سقوط دم المريض بكميات كبيرة على الجلد السليم لم ينقل المرض قط. الخطر الحقيقي هو أن أجرح نفسي بهذا الموس وأنا غير منتبه. على كل حال، كنت في هذه المرحلة لا أعرف شيئا عن القصة. كل ما كنت أعرفه هو أن جارنا الودود الظريف قرر أن ينتحر. لماذا؟ لا أعرف طبعا. إن البيوت أسرار كما نقول، لكني قد تعودت ألا أندهش كلما كشف هؤلاء الأشخاص شديد المرح عن ميول اكتئابية عنيفة، وعدت أتحسس نبضة. لماذا تأخرت برنادت؟ إننا نفقده بسرعة. قبل أن يدخل الجراح الدنماركي ألفريد سيغورد غرفة العمليات، قابلناه خارجا من غرفة تبديل الثياب مرتديا المنامة الخضراء المضحكة قبل أن يعقم نفسه. كان المريض على منضدة الجراحة، وقد التف حوله عدد لا بأس به من أطباء التخدير يحاولون أن يبقوه حيا حتى يصل الجراح، وقد علقوا له وحدتين من الدم بعدما فقد الكثير. فقالت له سيمون في توتر: خد بالك يا دكتور. نظر لها بعينين متسائلتين فقالت موضحة: ده عنده إيدز. رفع حاجبه في فهم ثم هرع إلى الداخل. إنه بارع وأعرف أنه سينقذ الرجل. ما كان أحد سواه أو سبتسان العظيم ليستطيع إعادة كل هذه الأنسجة المتهتكة على حالتها الأولى. قلت لها وأنا أجذبها من يدها كي تجلس على مقعد في الاستراحة خارج مسرح الجريمة: أنا مش فاهم إيه سر إنك تقولي للناس كلها، ده تالت واحد لحد دلوقتي تقولي له خلال ربع ساعة. بحاول أخلي مسؤوليتي، مش هسيب حد يتأذى وأنا عارفة إيه الخطر اللي ممكن يواجهه. أحضرت لها برنادت بعض القهوة والبسكويت، وكانت قد ذهبت إلى الكافيتيريا تبحث عن شيء ما. فقدمت المرأة البسكويت بلا وعي بينما سألتها: قولي لي بقى، عرفتي إمتى أنه مريض؟ من 3 أيام. تبادلت النظر وبرنادت، هذا شيء طازج جدا. لكني تذكرت كلامي مع الرجل، يسهل علي معرفة ما حدث بعدها. لقد أجرى تحليلا للفيروس ووجده موجبا، لم يتحمل الصدمة ولم يتحمل الفضيحة وفضل الانتحار. هل هذا علاقة بمحادثة سيمون الهامسة مع هيلغا الشمطاء؟ طيب هي إيه الحكاية بالضبط؟ شربت بعض القهوة ثم بدأت بصوت مرتجف تحكي لي كل ما حكيته لكم، فلن أكرره إذن. وبدأت الصورة تتضح وتكتمل. طبعا كان أول سؤال سألته برنادت هو: متأكدة أنه ما نقلكيش العدوى؟ أكيد، دي أول حاجة جت في بالي. طيب وناوي على إيه؟ عندك أي خطط للمستقبل؟ المستقبل؟ دي كلمة صعبة قوي، كأنها جاية من أساطير الإغريقية. بصرف النظر عن رأيك الشخصي، فالمسكين ده محتاج علاج. أعتقد أنه هيعملوا له عد الخلايا CD4 علشان يعرفوا إن كان وصل لمرحلة الإيدز ولا لأ. أفتكر كمان هيقيسوا الحمض النووي للفيروس في دمه علشان يحددوا كمية العدوى. في ترسانة كاملة من الأدوية لازم هياخدها حسب مرحلة المرض، بالإضافة كمان لشوية تطعيمات. أنا مش مهتمة بكل ده، ده خلاص بقت مشكلته من هنا ورايح، ده غلط ولازم يدفع تمن غلطته. أما ليه دايما فاكرة إن الفساد هو السبب؟ الناس بتتصاب بيه من شكة إبرة ونقل دم ملوث حتى. كل ده مستبعد بالنسبة له، والمرض ده ما بيجيش عن طريق الحشرات، فما تقولش كده من فضلك. معها حق، وما دامت هي متأكدة من أن زوجها لم يتلقى دما، وما دام لا يتعاطى المخدرات وريديا، فلا توجد إلا طريقة واحدة للعدوى. طب وهتطلبي الطلاق؟ ده أكيد لو نجا من الموت. ثم نهضت دون كلمة أخرى، وبخطى ثابتة ابتعدت في الردهة دون أن تنتظر نهاية الجراحة. أسيا أوي الست دي. أنت ما تعرفش الست دي، دي بتحبه لحد الجنون. الست اللي بتعشق بتقتل بسهولة أكتر بكتير من الست اللي مش فارق معاها. اللهم احفظنا. على كده بقى بتحبيني قد إيه؟ هتعرف وأنا بقطعك بالمنشار الكهربائي، ساعتها هتقول لنفسك ياه دي حبتني فعلا، وده طبعا قبل ما يعدي المنشار على جمجمتك. تخيلت الفكرة فارتجفت لها.
لا أدري لماذا لا أحب هذا المزاح. وقطع كلامنا ظهور الدكتور سيغورد لاهثا وقد نزع قناعه وقفازيه، وقال وهو يجفف عرقه بكمه: هيعدي الأزمة، وإن كان قطع شرايينه بعنف ما شفت زيه قبل كده بصراحة. هو فين مراته؟ راحت تنام، هي مش متعودة على السهر لسه. علي غريب قوي. عموما احنا هننقله على عنابر، لكن لازم نقول لطاقم التمريض بمرضه، وهبلغ الإدارة كمان. ممكن أرثر شيلبي يقرر يعالجه، ولازم كمان نبلغ البوليس. رفع الساقي ألبرت عينيه في دهشة ليرى الأوراق المالية الموضوعة أمامه على المنضدة. كان إفريقيا ضخم الجثة، اسمه مولانجا، له لون الباذنجان الأسود وشعر رمادي مجعد مزرق قليلا، وكان يعيش في أنجوانديري منذ 20 عاما منذ ترك قريته. ظل يمارس الفلاحة والرعي، ثم ابتنى بيتا صغيرا وتزوج، لكن حياته كلها كتب لها أن تتغير يوم زار أحد أقربائه في بلدة دانية، فوجد أنه نسي كل شيء عن الفلاحة. إن المنطقة تعج بالغربيين وهم يدفعون جيدا. لقد استطاع الرجل الحويط أن ينشئ ما يشبه كافيتيريا صغيرة ذات طابع غربي، وزودها بوسائل التسلية المختلفة، وهكذا بدأ أول غربي يتردد عليها، ثم جاء الثاني، ولحق بهما الثالث فالرابع. ببطء تحول المكان إلى ناد من أندية لندن، حيث يجتمع الغربيون ذوي الميول المتشابهة ليدخنوا ويشربوا ويسمعوا الموسيقى. وكان بعضهم ذا ميل للفساد، لذا أعد غرفتين في الداخل يمكن فيهما تعاطي المخدرات أو أي شيء آخر. أخلاقيات؟ لم يكن قريبه يفكر في أمور كهذه بينما الدولارات والفرنكات تتراكم، وكان يقول دوما: أنا لا أفسد كاميرونيين، بل أفسد الغربيين الذين اعتصرون قرونا. هكذا كان يمارس عمله بروح وطنية عجيبة بعض الشيء هي أقرب إلى التأميم. إنه يؤمم ما في جيوب هؤلاء الأوروبيين لصالحه ويزداد ثراء. تعلم مولانجا الدرس وفهم كل شيء عن هذه المهنة، وسرعان ما عاد إلى أنجوانديري ليحول البيت الذي ابتناه إلى مزيج غريب من ناد بريطاني وملهى وحانة وكافيتيريا. أطلق على نفسه اسم ألبرت كي يوحي لهؤلاء القوم بالألفة، لكن ظل اسم النادي مولانجا. بالطبع لم يكن المكان نظيفا تماما، وكان طابع الفقر يخيم على كل شيء، لكنه كان يعرف أن بعض هذه اللمسات تسحر الغربيين. وحين تدخل المكان ماعز لم يكن يطردها، وحين يلهو أطفال عراة على الباب لم يكن يمنعهم. ببطء جاءه أول عميل، لكنه لم يقلق لأنه يعرف أن الأمور ستزدهر سريعا. هذه المنطقة تعج بمهندسي الاتصالات، كما أن هناك كنزا لا ينفد من الغربيين يتمثل في وحدة سفاري القريبة. هكذا أدخل على المحل ما يناسب الذوق الغربي مع بعض لمسات إفريقية مثل الأقنعة والرماح على الجدران، مثل الموسيقى الإفريقية المنبعثة من سماعات عملاقة، مثل الخمر المحلية القوية التي يمزجها بما يشربه هؤلاء القوم. أيضا لم ينسى أن يبتاع من ضدة بلياردو من مهاجر ألماني وأوراق لعب. تدريجيا صار الزبون 2 ثم 3، ثم جاء يوم ازدحم فيه المكان. تعلم الكثير من الإنجليزية وكان يتكلم الفرنسية جيدا، ثم اكتسب بعض الروسية والألمانية، وكان يقف وراء البار بالفانيلة الداخلية والسيجار بين شفتيه وهو يتكلم بكبرياء كأنه ساق في الشيرة أو الهيلتون. تدريجيا شعر بأن عليه أن يزيد نشاطه، وقد عرف طريقة الحصول على مخدرات، وأقنع بعض الفتيات بالتردد على المكان. بعضهن إفريقيات، لكن بينهن فتاتين روسيتين، وبالطبع كان يقنع نفسه بأنه ليس بهذا السوء كما يقولون. إنه يحارب الغرب بطريقته الخاصة، إنه مناضل، لا أحد يحسب نفسه سيئا في هذا العالم. على كل حال، الطالب الفاسد يتحدث عن أبيه الذي لا يخصص وقتا لسماع مشاكله. راقصة البطن ترى أن الرقص عمل والعمل شرف.
المختلس يتحدث عن حاجته لإطعام أطفاله. كان التفاهم بين ألبرت والشرطة تاما، فهذا ليس مجتمعا مدنيا، إنما هو عشيرة. كل من يمت له بقربة هو أقرب إليه من الدولة ذاتها، ثم إنه كان يعطي بعض الخدمات لهؤلاء. هكذا استقرت الأمور وصارت الحياة بانتظام بالنسبة له. لا داعي طبعا للقول أن زوجته كانت تعاونه في العمل. الآن وجد نفسه يحدق في تلك المرأة الفرنسية النحيلة التي تضع عوينات سوداء، والتي تقف أمامه وقد وضعت حزمة من الفرنكات على المنضدة. قالت له وهي تبتسم ابتسامة خفيفة: المبلغ ده علشانك. لم يكن طفلا، بل هو رجل خبر الجانب المظلم من الحياة. ولو كان في شيكاغو لكان من رجال المافيا المرموقين، وقد علمته الحياة درسا مهما: لا أحد يعطي شيئا دون مقابل، مقابل فادح يكسب به أضعاف ما فقده. ولهذا أيضا كان يشعر بعدم راحة تجاه تلك العروض غير المبررة. كان يفضل أن يكون الناس لصوصا أو غادا يحاولون سلبه ماله الحبيب، لكن هذه لغة لا يفهمها. لهذا رفع عينيه متسائلتين نحوها ولم يمد يده. الفلوس دي علشانك، مقابل معلومة واحدة بس. انت عارف لوي مولنساغ؟ الفرنسي ده المهندس. ايوه، بس ده ما جاش من مدة. تمام، الفلوس دي كلها بتاعتك، لكن لو بس قلتلي اسم الست اللي كان بيقابلها. الآن فقط بدأ الأمر يروق له. سوف نمرح كثيرا جدا، فهذه المرأة لا تفقه شيئا عن الحياة، تتصرف بسذاجة منقطعة نظير. إن خبرتها بالحياة لا تتجاوز بضعة أفلام. لا يحتاج إلى أسئلة أكثر، فهذه المرأة هي الزوجة الغيور للفرنسي، وهي تعتقد أنه سيعطيها معلومات عن زبائنه بهذه البساطة، لكنه يستطيع أن يربح بعض المال على كل حال. أخرج منشفة ليمسح النضد أمامه. كل هؤلاء السقاط يمسحون النضد حين يبحثون عن فرصة للتفكير، وقال: ونعرف منين؟ دول كتير قوي. لكن لحظة، أفتكر كان اسمها تاتيانا، روسية. أيوة، هي دي اللي قصدك عليها أفتكر. ومد يده ليأخذ المال، لكن يدها منعته وقالت في عزم: استنى هنا لحظة، إزاي ألاقيها؟ فكر حينا ثم قال: بتيجي دايما على الساعة 10 كده، لكن أنا مش عايز مشاكل هنا يا مدام. ما تقلقش، دي مش في نيتي خالص. فكرت في نقطة أخرى، نظرت لوجهه الأسود الغليظ وسألت: هو كان بيتعاطى حاجة؟ كان يعرف أنها تعرف، وهو لم يعد يبالي برأي أحد، فهو فوق القانون، بل لا يوجد قانون أصلا. لذا قال صادقا: لا، بصراحة هو مش بتاع الحاجات دي. هذه المرة قبضت يده على المال فلم تعترض، فقط ابتسمت بغموض واستدارت مبتعدة. قال لنفسه إنه لم يرتكب خطأ، هذه المرأة لا تستطيع أن تؤذي ذبابة. كانت تجلس خلف رأس المريض الذي تغطى كله بالأغطية، وقد ثبتت العوينات ذات العدسات على وجهها، وراحت في رفق تنتزع عدسة العين. كان المريض متيقظا لكنه هادئ بفعل العقاقير التي أخذها مع المخدر الموضعي. كان لوي رقيقا، لم ينس عيد ميلادها قط، ولم ينس يوم زواجهما، ولم ينس شيئا من تلك الأشياء التي يحب الأزواج أن ينسوها. أحيانا تفيق في الليل فلا تجده جوارها، تجده في المطبخ يغسل الأطباق التي قررت أن تؤجل غسلها إلى الصباح، وأحيانا تعود من العمل لتجده قد طهى لها وجبة ساخنة. منذ كان في الوطن أشعرها بأنها ملكة، ولم يكف عن ذلك يوما. وحينما فقدت كل الأجنة الذين فقدتهم، قال لها وهو يلثم يدها أنه لا يبالي بالأبوة، على الأقل سيجعلها هذا له بالكامل، لن يأتي طفل وغد ليأخذها منها. كان رقيقا، وكان إن العدستين مبتلتان بالدموع الآن. الرؤية عسيرة حقا، ومتى؟
هذا أعقد جزء من جراحة الكاتاراكت، وهي لحظة انتزاع عدسة العين المعتمة. لكن هذه اللحظة ستمر حالا. لم يخبرها بشيء وهو يذهب إلى الحمام، يترك الفراش الدافئ المريح ويجلس في المغطس، عالما أن هذه المرة الأخيرة. لن يصحو في الصباح، لن يراها ثانية. برغم هذا يخرج الموسى وبهدوء وإصرار يقوم بالعمل الشنيع، ثم يراقب قطرات الدم الحمراء التي تسيل تحتشد في بركة صغيرة، عالما أن هذا دمه. لكنه لا يبالي، رباه إنه لا يبالي، حقا لا يبالي، لا يبالي، حقا لا يبالي، رباه. هنا فقط لم تعد تدرك أين ذهب جهاز توازنها. ماذا يفعله المخيخ بالضبط؟ وما تفعله القوقعة والقنوات نصف الهلالية؟ هذه الأعضاء لا تعمل كما يجب، إنها لا تستحق راتبها. أم أن هذا هو العصب الحائر الذي، وفي اللحظة التالية تكومت على الأرض تحت منضدة الجراحة، وصرخت الممرضة الألمانية في هستيريا: الحقونا، حمدي الحقنا، الدكتور أغمى عليها. وصح طبيب وهو لا يستطيع أن يفارق الجراحة التي يقوم بها: يا جماعة حد يتعقب ويجي يكمل مكانها لو سمحتم. وهرع اثنان من الأطباء يحملونها خارج مسرح الجراحة، بينما هرع أحدهم إلى غرفة التعقيم ليواصل ما بدأته هي، وهو يدعو الله ألا تكون أتلفت شيئا لحظة سقوطها. نحن نتعامل مع عين بشرية لا مع كربراتير سيارة، لو كنت قد لاحظت هذا. وحين أفاقت في الاستراحة قال لها الطبيب في ضيق: آخر وقت ينفع الواحد يفقد وعيه فيه هو يوم الجراحة. وكانت تعرف هذا، إن التركيز والتوتر يعنيان المزيد من الأدرينالين، وهذا يعني أن العصب الحائر لا يستطيع أن يفقدك الوعي، لكن الضغط العصبي كان أقوى منها على كل حال. قالت وهي تنهض وتترنح نوعا: بس أنت عارف أن جوزك مريض وفي حالة مش كويسة، علشان كده لازم تاخدي أجازة. اسمها تاتيانا، تلك الروسية البدينة. نعم، لابد أنها بدينة. يقولون إن كل رجل يبحث عن صفة ليست في امرأته. هي ناحلة رقيقة، لها وجه طفل، ولها شعر أسود قصير كالصبية. فلابد أن تاتيانا هذه بدينة كخنزير، شيطانة الملامح، طويلة الشعر، شقراء. كانت سيمون جالسة في سيارة سفاري الجيب الواقفة في الظلام على بعد 20 مترا من مدخل ذلك النادي، وسائق الكاميروني قد نام من طول الانتظار، لكنه يعرف أن مكافأة مالية سخية ستصله بعد انتهاء المهمة. في 10 مساء رأت 3 فتيات يتجهن إلى المدخل المضاء، 2 منهما إفريقيتان ملطختان بالأصباغ والحلى الرخيصة. إن المرأة الإفريقية تفقد كل سحرها عندما تتشبه بالغربيات، مثالا حيا للطائر الذي نسي المشي ونسي الطيران. أما الثالثة فامرأة بيضاء بدينة، لا يوجد مجال للخطأ، إنها هي. لماذا ظلت حية وبصحة جيدة لو كانت هي صاحبة اللعنة الأصلية؟ ظلت تنظر لها لمدة 10 دقائق كاملة وهي تقف مع صديقتيها تمزح. نعم، لم يكن ثمة شك في مهنتها الحقيقية، حتى لو ادعت أنها عالمة آثار أو خبيرة في المعادلات غير الخطية. الآن دخلت الفتاتان الإفريقيتان إلى النادي، ووقفت الروسية في الخارج بعض الوقت. أخرجت لفافة تبغ وأشعلتها، راحت تنظر إلى السماء متظاهرة بشاعرية لا وجود لها. إن القدر يمهد لها الطريق ويفرشه بالورد، يقول لها إن الوقت قد حان لتخليص البشرية من آفة. سوف يغدو العالم مكان أجمل وأنظف، ومن يحزن على فقد هذه؟ في الواقع لا أحد. السائق نائم كطفل وديع، إنه يحلم بالفرنكات التي ستملأ جيبه لدى انتهاء المأمورية. تفتح درج السيارة في التابلو وتفتش عن شيء يصلح، لا بد من شيء يصلح. سكين تقطيع فاكهة، لماذا يحتفظ بها؟ لتقطيع الفاكهة طبعا، إنها تصلح. هكذا دستها في جيب ثوبها وترجلت من السيارة. ليته لا يصحو الآن.
تمشي في تؤدة قاطعة مسافة 20 مترا. تتذكر كلمات هيتشكوك عن أن كل إنسان يمكن أن يكون قاتلا في أي لحظة. القتلة لا يولدون قتلة. الآن هي تعرف ما ستفعله جيدا، ولسوف تقوم به دون أن تهتز. الخطر، كل الخطر هو ألا تتم مهمتها. دنت من الفتاة أكثر، فنظرت لها هذه مرتبكة. ماذا يعجبه فيها؟ ماذا أعجبه فيها في ذلك اليوم؟ إن الرجال مخلوقات بلهاء حقا. هذه الفتاة لها ملامح بريجنيف، لو أن بريجنيف كان أحول قليلا. قالت الفتاة بلغة فرنسية غاية في السوء: مساء الخير، هو احنا نعرف بعض قبل كده؟ وقالت سيمون وهي تتقدم أكثر: في حاجة عايزاها منك، بس تعالي نبعد عن هنا شوية. أنا ما بقبلش أي عروض، لازم تتكلمي مع مولانجا الأول، أنت عارفة بقى. لا لا لا، الموضوع مش زي ما أنت فاكرة، الموضوع فيه فلوس كتير. بدا الاهتمام على الفتاة طبعا، وبالطبع هي لا تتوقع أي خطر من ناحية امرأة هشة مثل سيمون، لذا هزت رأسها ضحكة وأشارت إلى ركن بعيد بين الأشجار يمكن أن تتكلم فيه. تبتعدان قليلا وتقف الروسية وتخرج لفافة تبغ أخرى وتقول: أنت عايزة إيه؟ في قوة كأنها مصغورة، وثبت سيمون لتلقي بكل ثقلها على الفتاة، وكانت الصدمة أقوى من أن يتحملها توازن الأخيرة برغم بدانتها. هذه أشياء يعرفها كل من لعب الجوجيتسو، وهكذا سقطت على ظهرها، ولا تدري كيف وجدت نصل السكين تحت عنقها. لابد أنه أدمى شيئا، لأن خيطا دافئا كان يجري هناك، تشعر به فتبكي. أنت مجنونة؟ أنت عايزة مني إيه؟ اللي اسمه لوي مولنساغ، مهندس فرنسي، تعرفيه ولا لا؟ لا لا، أي أي. النصل يتوغل أكثر، والجنون في وجه سيمون يكفي وحده دون سكين. تقول سيمون من بين أسنانها: لو حاولتي تصرخي حبعتك على جهنم قبل ما تفتحي بقك. عارفه عارفه، لكن ماليش علاقه بيه، كان بيجي يلعب بلياردو وبعدين يمشي وبس. كدابه، اقسم لك هو مش من النوعيه دي من الرجاله دي، حتى الناس كانت بتتريق عليه باسم الزوج الابدي. وقزمك ده هينفع بايه؟ ده عامل زي اللي بان في بقكم، بس اللعبه انتهت خلاص، يا ريتك كنت فضلتي مع اهلك في كييف. ده في اللحظه التاليه كنت قد انتزعتها من شعرها والقيت بها على الارض، ثم ثنيت معصمها لانتزع السكين. تعلمت هذه الطريقه من اشرف صديقي في المدرسه الاعداديه، وقبل ان تفهم الروسيه شيئا عدت لها كي اضع السكين تحت عنقها، وحاولت ان ابدو مرعبا. ولا كلمه عن اللي حصل، هترجعي النادي وتمارسي حياتك عادي جدا كانك ما شفتيش اي حاجه، وإلا أنا هعرف أوصلك إزاي، ها؟ فاهمة؟ يلا 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 أمشي. هنا شعرت بأظفار حادة تنشب في عنقي من الخلف، لقد عادت سيمون تمارس ما بدأته. أنت حتسيبها تمشي؟ هكذا استدرت ولويت ذراعها لأسقطها على الأرض من جديد، وصحت في تاتيانا: يا ربي يا غبية، إلا لو كنت عايزة تموتي بقى فدي مشكلتك. بدأ عليها أنها لا تصدق ما يحدث، ونهضت مطلقة لساقيها العنان. لم تعد إلى النادي، وإنما توارت في الظلام. نهضت سيمون من الأرض باكية، كانت تبكي من الغيظ والقهر. وقبل أن تتكلم أو أتكلم هوت الصفعة على خدي لتفقدني صوابي، حتى شعرت بأنها أطارت جانب أسناني الأيسر كله. من عين بعث لسان من البرق كما يحدث في القصص المصورة، وشعرت بحنق مجنون. أنت جيت لي من أنهي بلاعة؟ وإزاي عرفت أني هنا؟ انتظرت حتى زال الصفير من أذني. من حسن حظها أنني لا أضرب النساء، وإلا لاستمتعت بتحويلها إلى عجين، فقد قلت وأنا أترنح: أنا شفت السواق وكان مستنيكي قدام بيتك، عدت أرغي معاه فقال لي أنك طلبتيه علشان تروحي المولانجا. كنت عاوزة تروحي المولانجا ليه في الساعة دي؟ أنا استنتجت الباقي طبعا، أكيد هتعملي حاجة مجنونة. فكرت أني أدارة بين الأشجار علشان أشوف أنت ناوية على إيه. ساعتها شفتك وانتي بتاخدي البنت على جنب، وبعدين رحتي جايباها على الارض وحط السكين على رقبتها. الموضوع خلاص بقى واضح، ده مش خلاف سياسي بين صديقتين. السواق القذر، اولا محدش قال له ان الموضوع سر، ثانيا احمدي ربنا اني انقذتك من المصيبه اللي كنتي هتعمليها. بصي، عمرك ما هتعرفي الحقيقه،
فما تضيعيش وقتك بقى في ذبح الناس. دي مجرد واحدة قذرة. لو كل واحد قرر انه يذبح كل القذرين اللي في عالمنا ده، العالم هيتحول لسلخانة. عندنا في الإسلام اتهام زي كده ظالم إلا لو أثبته 4 شهود، والسيد المسيح بيقول من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. ثم أشرت لها نحو السيارة الواقفة في الظلام وقلت أنا هرجع معاكي البيت وهتأكد أنك أخدتي قرص مهدئ. لو عايزة برنادت كمان تبات معاكي الليلة مفيش أي مانع. هزت رأسها ولم تقل شيئا ومشت معي إلى السيارة. سألتني وهي تفتح الباب، تفتكر هتتكلم؟ مين؟ الروسية؟ لا ما افتكرش. الخوف خلاها ما تنطقش، وبعدين تهديدي أكيد خوفها برضو. وكان السائق نائما في سرور لا يشعر بكل العراك والمذابح التي دارت على بعد أمطار منه. هذه هي مزية أن تكون أحمق. بعد يومين سمعنا أخبارا جديدة. لقد شب حريق مروع في ذلك النادي الذي أقامه ألبرت. حدث هذا فجر أمس. كان المكان خاليا، ويبدو أن هناك من تسلل وأفرغ عدة جالونات من الكيروسين من تحت الأبواب الموصدة، ثم طوح ببعض الكيروسين من النافذة وتلاها بعود ثقاب مشتعل. كان الحريق هائلا كما لك أن تتوقع، وقد التف الأهالي جميعا حول المكان وقاموا بأسلوب طابور الدلاء الشهير محاولين إطفاء النار، لكنهم تأخروا أكثر من اللازم، وفي النهاية تحول المكان إلى خراب تنعق فيه البوم. لم يصب ألبرت بأذى برغم أنه يسكن في غرفة خلفية مع امرأته، لكنه بالتأكيد كان يفضل أن ينتهي أمره في الحريق، أو على الأقل تحترق امرأته. فهو من الطراز العملي الذي يؤمن أن الإنسان قابل للتعويض، لكن المال لا يعوض. هكذا جلس أمام أطلال ناديه يولول ويلطم خديه. راح يتكلم كلاما كثيرا بلغة البانتويد، لم نفهم منه شيئا طبعا، لكننا جميعا في سفاري شعرنا براحة. لو كان هذا حدثا عرضيا فقد خلص البلدة من وباء اجتماعي لا شك فيه. حين فتح الدكتورة سيمون الباب وجدتني أنا وبرنادت نقف هناك ونبتسم. ابتسمت بدورها في حرج. أهلا أهلا، اتفضلوا. قلت لها في ثبات احنا جينا نهنيكي على اللي عملتيه، ربنا وحده هو اللي عارف ازاي جبتي القوة والشجاعة دي كلها، بس انتي محظوظة علشان محدش اتحرق، وإلا كان موقفنا اتغير بالكامل. انتوا بتتكلموا عن ايه؟ قالت برنادت وهي تجذبني من ذراعي. لا لا ابدا، احنا غلطنا، احنا كنا فاكرين انه ما تشغليش بالك. قصدكوا ايه بالظبط؟ قلت لها وانا ابتعد مع برنادت. ما تقلقيش يا دكتورة، اعتبرينها ما قلناش حاجة. كنت اعرف انها فعلتها طبعا، قانون الصدفة لا يعمل بهذه العشوائية المجنونة. طبعا هي لن تتكلم ونحن لن نتكلم، لن يستطيع أحد إثبات التهمة عليها، وحتى لا تذكر الساقي وجهها أو تكلمت الفتاة الروسية فإن هذا ليس دليلا على أنها يمكن أن تحرق المكان. لا أنكر أنني لا أشعر بأية رغبة في لومها أو اتهامها. هذه المرة كان انتقامها موجها للهدف الصحيح، ولم تتلوث يدها بدم بشري، وإن كانت العناية الإلهية وحدها هي من حقق ذلك. لا أنكر أنها شجاعة، هذا طبعا لو كانت قامت بالعمل وحدها ولم يساعدها فيه شخص ما، وإن كنت أستبعد أنها ستجد من يقبل، إن من يقبل ربما يتكلم فيما بعد. وسألت برنادت ونحن عائدان لدارنا، مش غريب أنها لسه ما زارتش جوزها لحد دلوقت؟ أنا مش مستغربة، زي ما قلت لك هي بتحبه جدا، بتحبه لدرجة أنها مش طايقة تشوف. أنت شفته النهاردة؟ من ناحية الجرح أهو بيتحسن، لكن حالته المعنوية صفر، أفتكر أنه هيكررها تاني. أنا بلغتهم بكده طبعا في الإدارة، بس أنت عارفة هم أغبية، هيقولوا بعد كده ما كانوش متوقعين أبدا أنه هيشيل خرطوم المحلول وينفخ فيه أو يسرق سكينة الأكل ويموت نفسه بيها أو يبلع 50 قرص من دواء معين مرة واحدة. هيقولوا كل ده بعد كده بأسف، والقصة كده كل مرة. الضمان الوحيد لحياته هو إني أستناه تحت سريره علشان أراقبه. اتعلمت من زمن للأسف إني ما ثقش في أي حد غير نفسي، لكن طبعا ده مستحيل. زي ويلزلي في كينيا. أيوة، ويومها حذرتهم برضو، كنت عارف اللي هيحصل، لكن قالوا لي
احنا واخدين بالنا منه وما تقلقش وكل شيء تحت السيطرة، وبعد انتحاره خسارة ده عملها بجد. كنا قد بلغنا دارنا ففتحت لها الباب. أعتقد أن القصة انتهت عند هذا الحد. هناك مشكلة قاسية تنتظر الدكتورة، هي أن تعالج زوجها الذي لا أعتقد أنها ستطلب الانفصال عنه. طبعا لا يوجد علاج، وستعيش أياما قاسية مريرة، ولسوف تحضر عملية وفاته البطيئة ساعة بساعة، وفي النهاية سيموت وتترك هي الوحدة عائدة إلى وطنها، وتمضي باقي حياتها تجتر الذكرى جوار المدفأة. في الصباح وقفت سيمون في المطبخ تعد لنفسها إفطارا. اليوم تشعر بأنها أفضل حالا، ثم تجول من التسامح يخيم على روحها. اليوم فقط تشعر بأنها قادرة على الذهاب إلى المستشفى ومقابلة زوجها. إنها لم تستطع أن تغفر له عدة أشياء، حيثيات الحكم الصادر عليه في وجدانها كثيرة. إنه تركها وراح يعبث. إنه أصيب بالإيدز لكنه لم يخبرها. إنه تخلى عنها حين حاول الانتحار. باختصار تصرف كأنها لم توجد في حياته قط. كانت تشعر بحقد، لكن هذا الحقد تلاشى كأنما كان في ذلك النادي عندما احترق. الآن هي لا تحمل ضده شيئا، وبوسعها أن تعود إليه لتخبره أنها سامحته. سوف تبقى معه في رحلة العلاج الطويلة. صحيح أنها رحلة بلا جدوى، نهايتها دائما هي شاهد القبر، لكنها لن تخبره بهذا، ستترك له الأمل. انتهت من قلي البيض، فقلبت محتوى المقلاة في طبق وعادت إلى غرفة الطعام. إنها بحاجة إلى كل قواها اليوم، وقد حان الوقت كي تأكل. للمرة الأولى تأكل منذ زمن بعيد وربما قرون، لكن هذا غريب، ليست شهيتها على ما يرام. قررت أن عليها أن تقاوم. جسدها بحاجة إليها وهي بحاجة إليه. غرست الشوكة في شريحة لحم ورفعتها إلى فمها. هنا شعرت بدهشة، إن حلقها يؤلمها ولسانها كأنه محترق. ثم ما هذا المذاق الغريب للحم؟ نهضت إلى الحمام وأفرغت ما بفمها في البالوعة، ثم وقفت أمام المرآة تتأمل وجهها النحيل الرقيق. فتحت فمها وأخرجت لسانها. ما هذا؟ ما سر كل هذا الفطر الذي يملأ فمها ويغطي لسانها؟ قال لها طبيب الأسنان وهو يفحصها. ده طفيل كانديدا دكتور، ما استبعدش أنه يكون موجود في المريء برضو. عقار زي مايكوستاتين أو فلوكونازول ممكن يشفي العدوى دي بسرعة رهيبة. الحمد لله، افتكرت الموضوع يقلق. بس ده مقلق يا دكتورة، علاجه سهل فعلا ما قلناش حاجة، لكن الغريب ايه اللي سببه؟ سببه هو الكانديدا. ايوة، بس ليه ظهرت؟ انا لو مكانك كنت دورت على سبب تدهور المناعة بالشكل ده، زي السكر او الكورتيزون. وفي اجراء تاني سخيف كده، لكني بنصحك بيه كاجراء روتيني، يعني زي الانجليز ما بيقولوا، ما ينفعش تكون حذر اكتر من اللازم. ثم أردف وهو ينزع عويناته. اعمل اختبار فيروس الـ HIV. قالت لها الدكتورة هيلجا في عصبية. أنا بكرر لك كلامي، الاختبار الخاص بفيروس HIV سلبي، وده كفاية عشان أقولك إنك خالية من المرض. كانت سيمون جالسة على طرف المقعد وقد تشابكت يداها في صيغة توسل، وقالت متوترة. الموضوع مش هين كده بالنسبة لي، جوزي مصابي برضو، وانا اتصبت بالفطر اللعين ده. مش شايفة ان دي حاجة غريبة؟ متهيألي انا اتعديت منه. في طريقة ممكن اتأكد بيها؟ احنا ممكن نعمل بحث عن الحمض النووي للفيروس باسلوب تفاعل سلسلة البوليمرز، وكمان هنعمل عد الخلايا CD4. لكن احب اؤكد لك يا بنتي انك بتضيعي وقتك وفلوسك. عايزة اعرف ارجوكي. وضغطت هيلجا زر الجرس وطلبت من يأتي ليأخذ عينة أخرى من دم دكتورة سيمون. لحسن الحظ لم أكن في المختبر وقتها، وظهرت الممرضة حاملة ما يلزم لأخذ عينة. بعد 3 أيام أمسكت هيلجا بالأوراق، وللمرة الأولى بدا على وجهها قلق عارم. هذه المرة عرفت سيمون النتيجة قبل أن تسأل.
يعرف المتهم القرار في جريمة قتل حينما يعود المحلفون للقاعة ولا ينظرون إليه. إنه الإعدام إذن. للأسف أنت في مرحلة متقدمة جدا من المرض وما وصلتيش لدرجة الإيدز، بس أنت بتمر بمرحلة كانوا بيسموها زمان المركب المتعلق بالإيدز. المريض فيها بيعاني من عدوى الانتهازية من غير ما يتظهر. عدد خلايا CD4 قليلة أوي. لم تستطع البقاء على قدميها وهي تتحسس ركبتيها. بس التحليل اللي فات كان سلبي. انتي قلتيلي كده معنى كده ان الاجسام المضادة ما ظهرتش لحد دلوقتي. لا الموضوع غير كده، انتي في مرحلة متقدمة جدا زي ما قلتلك، معنى كده انك مصابة بالفيروس ده من زمن. الفيروس ده كان في دمك لكن تحليل الاجسام المضادة كان سلبي، كان غلط ولو أسباب كتير، منها أنك ممكن كان عندك ملاريا أو سرطان لمفاوي وممكن تكوني في مرحلة متقدمة أو متأخرة جدا من المرض، ومنها أنك تكوني حملتي قبل كده. كل ده بيدي نتائج سلبية زائفة. إن سيمون تعرف أنها غير مصابة بالملاريا ولا سرطان اللمف، لكنها حملت كثيرا من قبل ولم تظفر بطفل. هذا يفسر نتيجة الزائفة التي أسعدتها بضعة أيام. بصوت هامس قالت وهي تبحث عن منديل تمسح به عبرتها: هو جاب لي العدوى، أنا كنت متوقعة. قالت لها هيلجا وهي تتحاشى نظراتها: هو الموضوع مش بالسهولة دي، أنا شفت تحليل جوزك النهاردة، مستوى الفيروس عنده أقل منك، خلايا CD4 أعلى منك. باختصار هو في بداية المرض بس أنت في نهايته. لو كان هو اللي أصابك بالعدوى ما افتكرش أبدا أنك كنت هتوصلي للمرحلة دي بسرعة كده. انتي عايزة تقولي ايه بالظبط؟ جوزك مش هو اللي نقلك المرض، انتي نقلتي لجوزك. الآن يمكنها أن تتذكر، هل كان هذا من 4 أعوام؟ 5؟ الدم ينزف منها ويغطي المحفة، إنهم يصرخون ويركضون، الإجهاض يتكرر. هذه المرة توجد مشيمة وقد انفصلت قبل الأوان، الدم يسيل أنهارا. قسم أمراض النساء. الطبيبة الصينية ماي فايلين بلغتها العجيبة تقيس لها ضغط الدم وتصرخ في الممرضات. الآن هي راقدة على منضدة الجراحة، تشعر بالعرق البارد يحتشد على جبهتها، روحها تغوص من حين لآخر داخل المنضدة فتنتفض محاولة أن تعيدها إلى السطح. الطبيبة الصينية تجلس بين ساقيها المتباعدتين تبدأ في العمل، بينما طبيب التخدير يولج قناة وريدية في كلا ذراعيها ويصرخ في غلظة: الدم فين يا جماعة؟ محتاجين كيس الدم فورا. يأتي الكيس الأحمر القاني المليء بالحياة إلى درجة الانفجار، يعلقه الطبيب ويبدأ الدم ينساب ليدخل إلى عروقها. هنا فقط يسأل الطبيب الممرضة التي جلبت الدم: اتأكدتي من الفصيلة وفص الفيروسات؟ ده الكيس الوحيد اللي كان متوفر دلوقتي، ما لحقناش ندور أكتر من كده وما كانش فيه أي فرصة للتواصل معه. الآن يفرغ محقن البنتوثال في القناة الوريدية في الذراع الآخر وقد انزلقت إلى عالم اللاوعي قبل أن تسمع باقي ما قالته الممرضة. وحين أفاقت من السبات كانت قد نسيت كل شيء ولم تعد إلا حسرة الطفل الذي فقدته والذي سيكون الأخير على الأرجح. الآن تعرف ما قالته الممرضة، تعرف لماذا لم ينزع الطبيب الدم، لأن الخطر القريب كان أهم من الخطر البعيد. لو لم تتلق دما لماتت أمام عينيه، بينما يوجد احتمال لا بأس به أن يكون هذا الكيس نظيفا كدماء طفل أمه سليمة طبعا. الآن فقط تفهم كل شيء. كان زوجها بريئا كما قالت الروسية، وكان الساقي ألبرت يستغل سذاجتها ليظفر ببعض المال. كان زوجها يتردد على ذلك النادي بدافع الملل، لكنه لم يفعل شيئا إلا لعب البلياردو. ثم بدأ يدرك حقيقة أنه مريض، بدأ يدرك أنه مصاب بذلك الفيروس اللعين. من أين جاء؟ هو يعرف أنه لم يقترف إثما، لقد جاء الداء من زوجته طبعا، هذه المرة لم يشك فيها، وإنما كان يعرف أن إصابة طبيب بالمرض خطر مهني قائم، وهو يعرف أنه مرض بلا علاج، ومن الخير لها ألا تعرف الحقيقة. لقد دار السر الرهيب وراح يرزح تحت أطنان من الهموم والتوجس.
في النهاية قرر أن يتخلص من حياته لأنه لا يريد أن يراها تموت أمامه. تصرف طفولي أناني، لكن منذ متى لم يكن لوي طفلا أنانيا؟ أما هي فكانت تحمل المرض، لكنها لم تصب بأي أعراض، لم تمر بالمتلازمة القهقرية الحادة، أو مرت بها بشكل بسيط جدا من 4 أعوام. لعلها حسبت أنها أصيبت بنزلة برد. عاشت تمارس حياتها الطبيعية بينما الفيروس يمرح في دمها، يلتهم خلايا CD4 بلا تحفظ، حتى جاءت لحظة الحقيقة. فتح الزوج عينيه فوجدها تجلس جواره، ورفع عينه أكثر فوجدني وبرنادت. لقد أخبرتنا بكل شيء، قالت له وهي تضع أنامله على شفتيها. دلوقتي أنا عرفت كل حاجة، أنا السبب في المأساة دي ومش عارفة أعتذر إزاي، قال في إنهاك وهو يمرر يده عبر خصلات شعرها القصير الأسود. ما كانش ذنبي ولا ذنبك، ولكن أنا ما استحملتش فكرة إنك تمرضي وتموتي قبلي. فكرت إني أهرب وما فكرتش في مشاعرك لما لقيتي جثتي في البانيو. طول عمرك طفل أناني. أنا عارفة إن مرضنا صعب وتقريبا ملوش علاج، لكننا هنصمد مع بعض، وفي الآخر يا إما هننتصر أو هنروح نفس القبر مع بعض. العلم بيتطور برضو يا سيمون، مين عارف ممكن خلال سنة ولا اتنين يظهر علاج فعال. لحد دلوقتي ما حدش فيكم وصل لمرحلة الإيدز، معنى كده إن لسه في أمل، لسه في وقت، ممكن بعد 5 سنين كمان تحصل حاجات كتير. كل العلماء اللي في معبل باستير وكل المختبرات العملاقة في أمريكا مش هيبطلوا لحد ما الإيدز ده يبقى زي التيفود والدرن وينتهي تماما. بيتنا مفتوح ليكي في أي وقت، لو عايزة تقضي الليل عندنا فالبيت بيتك. ثم إنني جذبت برنادت من طرف خلفي كي نغادر الغرفة. لا مكان لنا هنا، سيبقى اللغز يقبع في الظلام بين أحراش إفريقيا وفي أزقة سان فرانسيسكو وفي حانة في هونغ كونغ وفي ثلاجة دم في موسكو. متى بدأ؟ من أين جاء؟ وكيف ينتهي؟ لا أحد يعرف. ولكم وددت لو أجبت على هذه الأسئلة، لكن هذا للأسف الشديد خارج نطاق عملنا هنا في سفاري. دكتور علاء عبد العظيم، أنجا ونديري.